يا مساء الفل على حضراتكم مشاهدي اون سبورت في كل مكان، وتاني يوم من ايام الجوله الختاميه، الجوله الثالثه من دور المجموعات لبطوله كاس الامم الافريقيه توتال مصر 2019. امبارح كان موعدنا مع لقاءات الجوله الثالثه للمجموعتين الاولى والثانيه، النهارده كان لقاءات او كانت بتجرى لقاءات المجموعتين الثالثه والرابعه. ابتدينا مع المجموعه الرابعه بلقاءين أقيموا في تمام السادسة مساء. اللقاء الأول كان بيجمع ما بين المغرب وجنوب أفريقيا، وللقاء الثالث على التوالي بتفوز المغرب بنفس النتيجة وهي هدف مقابل لا شيء، واحد من أفضل منتخبات البطولة حتى الآن. وهنتكلم باستفاضة النهاردة عن أسود الأطلس منتخب المغرب. على الجانب الآخر، اللقاء اللي كان بيقام في نفس التوقيت في نفس المجموعة لقاء ناميبيا وكوت ديفوار، وفوز كبير جدا للأفيال 4-1 على ناميبيا اللي بتقبع في المركز الأخير لهذه المجموعة. في تمام التاسعة مساء، اللقاءات اللي انتهت منذ قليل، لقاءات المجموعة الثالثة، الجولة الثالثة من دور المجموعات، فوز كبير للسنغال على كينيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وبنفس النتيجة فازت الجزائر على تنزانيا 3-0 عشان تتصدر الجزائر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط. يليها منتخب السنغال أسود التيرانجا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم المنتخب التنزاني في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة بدون أي رصيد من النقاط. على الجانب الآخر، المجموعة الرابعة تتصدرها المغرب بالعلامة الكاملة 9 نقاط، 3 انتصارات متتالية بنفس النتيجة، 1-0 على ناميبيا، 1-0 على كوت ديفوار، ثم 1-0 النهاردة على جنوب أفريقيا. المركز الثاني كوت ديفوار برصيد 6 نقاط، المركز الثالث جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط، ثم ناميبيا في المركز الأخير ب0 من النقاط. منتظرين طبعا لقاءات الغد، بكرة عندنا لقاءات الجولة الثالثة بالنسبة للمجموعتين الخامسة والسادسة عشان نستقر بقى مين أحسن توالد. منتخب مصر زي ما حضراتكم عارفين يوم السبت القادم بمشيئة الله هيلعب مع ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، يعني لو طلع أحسن توالد مجموعة ثالثة خلاص هو ده اللي هيقابلنا، ما طلع أحسن توالد من مجموعة الرابعة ده اللي هيقابلنا، طلع أحسن توالد من مجموعة الخامسة يبقى هو ده اللي هيقابلنا على الترتيب. لقاءات بكرة زي ما احنا بنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي، غينيا بيساو وغانا في تمام السادسة مساء، وفي نفس التوقيت بنين والكاميرون، ده طبعا لقاءات المجموعة السادسة. المجموعة الخامسة أنجولا ومالي هتبقى في الساعة 9 بإذن الله بالليل على استاد إسماعيلية، وموريتانيا وتونس على استاد السويس الجديد في نفس التوقيت، وكل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق. توقعاتي وإحساسي إن احنا هناخد ثالث المجموعة الخامسة، مش عارف ليه، لأن بالأرقام كده اللي احنا شايفينها لغاية دلوقتي المجموعة الخامسة هي أكتر مجموعة أو أقرب مجموعة. نصري بيقول لي بلاش لا تطلع تونس، خلي بالك، ما احنا نعمل ايه؟ انا نفسي في كينيا طبعا، كينيا احسن منتخب بالنسبه للي احنا شايفينه دلوقتي قبل منتخب مصر، بس بالورق وبالورقه وبالقلم المجموعه اللي ممكن يطلع منها احسن توالد كصداره ترتيب او كعدد نقاط، اقرب منتخب او اقرب مجموعه ممكن يطلع منها منتخب عنده رصيد اعلى من النقاط عن باقي المجموعات هي المجموعه الخامسه. ليه؟ لان المجموعه الثالثه كينيا عندها 3 نقاط، المجموعه الرابعه جنوب افريقيا عندها نفس الرصيد وهو 3 نقاط، لكن المجموعة الخامسة عندنا المنتخب التونسي عنده نقطتين والمنتخب الأنجولي عنده نقطتين، أنجولا عندها مالي وتونس عندها موريتانيا. لو أي حد من المنتخبين دول كسب هيبقى عنده 5 نقاط، وبالتالي هيبقى هو أحسن توالد بالنسبة لباقي المجموعات، لأنه هيبقى عنده 5 وبقية المجموعات عندها 3. فربنا يستر، احنا بنتمنى إن يجينا منتخب بيكون يعني على قد الإيد عشان نفضل تتوالى المباريات وتتوالى الانتصارات بالنسبه لمنتخب مصر باذن الله، عشان نوفر المجهود والطاقه الكبيره لقاءات دور الثمانيه ودور الاربعه والفاينل بمشيئه الله. مستمرين مع حضراتكم النهارده في باقي اخبار البطوله، بس لازم نقول لحضراتكم الاول سؤالنا اللي متعلق بمنتخب مصر. على مدار اللقاءات اللي فاتت كلنا منقسمين، طبعا بالتاكيد كلنا ورا منتخب مصر، كلنا بندعم منتخب مصر، كلنا نفسنا منتخب مصر يحصل على البطوله، ولكن بالتاكيد كلنا برضو عندنا بعض التحفظات على اداء منتخب مصر. في الاخر مش فارق الاداء دلوقتي على قد ما احنا فارق ان احنا نفضل نكسب ونفضل نحقق انتصار تلو انتصار، زي ما حققنا 9 نقاط العلامه الكامله من 3 انتصارات متتاليه. كلين شيت لاول مره في تاريخ مصر في تاريخ كؤوس الامم الافريقيه او دورات كاس الامم الافريقيه ان مصر تعدي دور المجموعات بدون ان تستقبل ولا هدف، يعني طالعين 3 لقاءات في دور المجموعات رصدنا 0 من الاهداف اللي دخلت شباكنا كلين شيت. طب تقييم حضراتكم بقى لاداء منتخب مصر في دور المجموعات حتى الان، مدين لحضراتكم 6 اختيارات، ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف،
ضعيف جدا. قولوا لنا بقى وابعتوا لنا على صفحات اون سبورتس على السوشيال ميديا، قولوا لنا انتوا رايكم منتخب مصر ممتاز ولا جيد ولا ضعيف. بس انا عايز افكر حضراتكم بحاجه، ان احنا مش بيعجبنا العجب، وطول ما احنا بنبقى في فتره بنشوف أسوأ حاجه في الفتره دي وبنرجع بعد كده نتحسر عليها. يعني ايام كابتن حسن شحاته كنا بنطلع القطط الفطسه في منتخب كابتن حسن شحاته، واللي دلوقتي طبعا احنا نتمنى ان يجي لنا منتخب يلعب ربع الكوره اللي كان بيلعبها المنتخب بتاع كابتن حسن شحاته. ايام هكتور كوبر كنا بنقول ان هكتور كوبر ده ما عندوش فكره وما ينفعش يدرب منتخب مصر، ودلوقتي ناس كتيره بتقول بس يبقى عندنا نفس التنظيم ونفس الشكل اللي كان موجود ايام هكتور كوبر. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا دايما بنشوف او بنحط عينينا بس على النقاط السلبيه. مش معنى كده برضو ان منتخب مصر الحالي وادائه الحالي يعني عبقري وما فيهوش اي مشاكل والدنيا ماشيه زي الفل، لا اكيد في مشاكل وفي انتقادات، بس برضو عايزين على قد ما نقدر نكون منصفين وموضوعيين ونقول الحاجه الايجابيه والحاجه السلبيه. يعني زي ما بنقول في سلبيات في الاداء، بس لازم نقول الايجابيات ان منتخب مصر حقق العلامه الكامله. لما اجي احاسب واحد زي خافير اجيري هحاسبه اقول له ايه؟ ما انت حققت 3 انتصارات من غير ما يدخل فيك ولا هدف، عندك 2 بنفسه على صداره هداف البطوله، اي نعم هم لغايه دلوقتي في 10 جايبين هدفين منهم سادي مانيل اللي لسه جايب هدفين في المنتخب الكيني، بس عندنا محمد صلاح جايب هدفين، عندنا احمد المحمدي جايب هدفين. فعلى مستوى الارقام منتخب مصر ما نقدرش نتكلم مع لعيبته ولا مديره الفني في حاجه ولا جهازه الفني في حاجه، لكن على مستوى الاداء وهو ده اللي شاغل بالنا، وتحديدا مش بس فكره الاداء الهجومي، هي فكره سيطره منتخب مصر على اللقاءات. يعني فكرة انت تلعب وسط ارضك وسط جمهورك، بتبقى انت متوقع من منتخب مصر وخط وسط منتخب مصر ان انت اللي متحكم في رتم اللقاءات، انت اللي متسيد للقاءات طول الوقت، انت اللي مستحوذ على الكرة بشكل كبير، خط وسطك هو اللي مهيمن على الملعب ورتمه. ده احنا مش لاقينه، وده اللي يمكن مخلي الناس قلقانه شويه وخايفه شويه وبتتكلم بينها وبين بعضها، طب لما هنعمل ايه لما نقابل المغرب ولا الجزائر ولا السنغال ولا الكاميرون ولا غانا؟ بس باذن الله لعيبتنا ورجالتنا دول هيكونوا عند قدر ثقتنا فيهم، وباذن الله برضو خلي بال حضراتكم اللقاءات والمنافس بياخد برضو من مستواك وتركيزك. ده مش صح، المفروض انت بتدي اعلى تركيز واعلى مستوى ايا كان المنافس اللي بيقابلك، بس بالتاكيد الاستعداد الذهني والنفسي والبدني للجهاز الفني وللعيبه لما يقابلوا الكاميرون، لما يقابلوا الجزائر، لما يقابلوا المغرب، مع كل الاحترام والتقدير هيبقى اعلى بكتير من لما يقابلوا زيمبابوي او اوغندا او كونغو، مع كل الاحترام والتقدير ليهم على دماغنا من فوق. بس طبيعه الحال دايما لما بتبقى داخل لقاء تقيل قدام منافس قوي، تركيزك بيبقى اعلى، استعدادك بيبقى اعلى، حماسك بيبقى اعلى. فباذن الله باذن الله باذن الله منتخب مصر يكون عند قدر ثقتنا وطموحاتنا فيهم بمشيئه الله. ابعتوا لنا بقى اجاباتكم على تقييمكم لاداء منتخب مصر في دور المجموعات ولقاءات دور المجموعات حتى الان. نبتدي اخبارنا مع حضراتكم، وهو خبر مش جيد ومش جميل، بس بيقول ان الاصابه بتبعد احمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر عن لقاء دور ال 16، لان الاشاعه اللي عملها امبارح قالت ان الكدمه اللي هو اخذها في لقاء الامس لقاء اوغندا كانت كدمه قويه جدا زي ما احنا شايفين، وعرضنا لحضراتكم اللقطات دي امبارح، فعلا كانت خبطه جامده جدا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. وطبعا وضع صعب بالنسبه له ان هو يعني بعد ما يكون اخذ اول لقاء اساسي ولسه بيقول هادي وبادي مع الراجل في ثالث لقاء من لقاءات منتخب مصر يتصاب، طبعا حاجه مش لطيفه بالنسبه لاي لعيب في الدنيا، بس ده قدر ربنا اولا واخيرا، وربنا يكتب له خير في اللقاءات اللي جايه. مستر خافير اجيري مدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر منح اللاعبين النهارده حريه التجول في الفندق لقصر الملك، كان عندهم يوم فري النهارده، طبعا ده طبيعي قاعدين معسكر بقالهم فتره طويله جدا، لازم الراجل يكسر الروتين عشان اللعيبه ما تزهقش منه، كان عندهم تمرين الصبح اكتفوا بيه في الجيم. احمد حجازي رفض ارتداء واقي الانف امام اوغندا. احمد حجازي طبعا نجم خط دفاع منتخب مصر، واحد من افضل اللعيبه اللي في منتخب مصر خلال السنين اللي فاتت، واحده من الشخصيات او واحد من الشخصيات المحترمه اللي متحمله المسؤوليه، وعجبني جدا تصريحه اللي قاله امبارح على هامش لقاء اوغندا. كان زميلي ابراهيم عمر بيساله على فكره ان هو رفض يلبس واقي انه رفض يتبدل في لقاء زيمبابوي اللقاء الافتتاحي لما اتصاب، وما شكرش في نفسه وما شكرش ان هو راجل فدائي وما شكرش ان هو يعني تحمل اللي ما تحملوش بشر، بالعكس قال انا كنت غلطان وكان المفروض ان انا استجيب لاوامر
طبيب الفريق دكتور محمد ابو العلا واطلع وانا ما بنصحش اي حد يقلدني او يعمل زيي، بالعكس لازم تمتثل لاوامر الجهاز الطبي لان كان ممكن المضاعفات بعد كده تكون اكتر بكتير، ودي حاجه تحترم من احمد حجازي. على الجانب الاخر محمود حسن تريزيجيه، واحد من افضل لعيبه منتخب مصر، وهفضل اعيد وازيد واكرر ان محمود حسن تريزيجيه مظلوم بشكل كبير جدا لتواجده في جيل واحد مع محمد صلاح. تريزيجيه بيأدي مع منتخب مصر وبيساهم في إنجازات وانتصارات منتخب مصر بشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن طبعا الأضواء بتروح لمحمد صلاح بشكل أكبر. نتمنى ونحلم ونطمح إن بإذن الله وندعي إن محمود حسن تريزيجيه في السنين اللي جاية وبإذن الله بعد البطولة دي يكون موجود في نادي كبير في البريمير ليج أو في واحد من الدوريات الخمس الكبرى، لأن هو فعلا لعيب كبير ولعيب محتاج بس يعني زقة ونقطة تطور، يعني نقطة تحول في مسيرته، وبإذن الله ممكن يروح لمنطقة مختلفة تماما ويشتغل مع ناس أو مع مدربين يقدروا يعملوا الفاين تيونينج عند تريزيجيه، يقدروا يستخدموا مهارته اللي هي أو إمكانياته اللي هي بروميسنج جدا ويحولوها بقى لمنطقة مختلفة، يطلع من كاتيجوري ويطلع من مستوى لمستوى تاني آخر هو بإذن الله قادر أنه يوصله. تريزيجيه النهارده دعم كوكا، دعم زميله احمد حسن كوكا على انستغرام ونزل له صور. طبعا احنا شفنا كلنا على مدار الفترات اللي فاتت اي لعيب بتصاب كل الناس بتقف جنبه، كل اللعيبه بتقف جنبه، والنهارده تريزيجيه عمل ده مع كوكا. ومن خبر اصابه كوكا ليه خبر اصابه محمود عبد الرحيم، احمد عبد الرحيم الشهير بجنش، واحد من افضل لعيبه منتخب مصر ونادي الزمالك خلال الفترات اللي فاتت، وواحد من اهم النجوم الدوري والموسم الحالي من مواسم الكره المصريه. طبعا احنا شايفين جنش ودي لقطات من اصابته، كان مصر انه يفضل موجود مع فرقته مع زمايله مع منتخب مصر. جنش هيسافر عشان يعمل عمليه بكره بمشيئه الله في المانيا، يعمل جراحه لوتر اكيلس باذن الله يعود بألف سلامة ويرجع أقوى من الأول. واحد من الشخصيات الجميلة جدا، الشخصيات المحترمة جدا، واحد من اللعيبة على المستوى الفني المجتهدة جدا الصبورة جدا اللي نحت في الصخر عشان ياخد فرصته مع نادي الزمالك ووصل من نادي الزمالك لمنتخب مصر، واحد من أهم النجوم المتألقين في الكرة المصرية خلال الفترة اللي فاتت. من جنش نروح لمحمد الشناوي. كلنا امبارح استغربنا ان محمد الشناوي ما اخدش مان اوف ذا ماتش، ما اخدش رجل اللقاء ورجل المباراه في لقاء مصر واوغندا، خاصه ان محمد الشناوي في اول نص ساعه وفي الشوط الاول تحديدا يعني زاد عن مرماه ببساله شديده جدا، ويعني كان مكسر الدنيا بصراحه في الشوط الاولاني. لكن الجايزه رجل المباراه ومان اوف ذا ماتش راحت لاحمد المحمدي، فكلنا استغربنا وقلنا ان ازاي الشناوي ما خدش هذه الجايزه. النهارده الكاف ومصدر الاتحاد الافريقي الكاف كشف على السبب اللي خلى محمد الشناوي ما ياخدش جايزه رجل المباراه، وهو انه لغايه الدقيقه 85 من عمر اللقاء كان رجل المباراه هو محمد الشناوي. ايه اللي حصل بقى في الخمس دقائق بعد كده بقيه وقت المباراه؟ ان محمد الشناوي فشل في التصدي لواحده من العرضيات، وكمان سقط بشكل متكرر، وده تم يعني اخذه في الاعتبار انه تضيع للوقت، عشان كده تم منح لقب رجل المباراه وجائزه رجل المباراه لاحمد المحمدي بدلا من محمد الشناوي. لكن ده لا ينفي تالق محمد الشناوي امبارح مع منتخب مصر، واحد كان من اهم الاسباب اللي منعت استقبال منتخب مصر واستقبال شباك منتخب مصر الأهداف تحديدا في الشوط الأول. ومن أخبار منتخب مصر لأخبار، طب ناخد أخبارنا من إبراهيم عمر ولا نكمل بقية أخبار؟ طيب ناخد قبل ما نخش بقى في أخبار بقية المنتخبات، تعالوا نروح للزميل العزيز إبراهيم عمر من مقر إقامة المنتخب ونعرف آخر الأخبار وآخر الأجواء والمستجدات الخاصة بمنتخب مصر. اتفضل يا إبراهيم. كل مشاهدي اون سبورت في كل مكان، لسه مكملين معاكم تغطيتنا الحصريه والمستمره لمعسكر منتخبنا الوطني. لو اكلمك النهارده على اجواء اليوم وكواليس المعسكر النهارده يا ابراهيم، يعني مستر اجيري عمل تدريبه او تمرين خفيف النهارده في الجيم الساعه 11 الصبح واعطى راحه سلبيه للاعبين، وده النظام المتبع من خلال دور المجموعات. يعني مستر اجيري اعطى اللعيبه يوم فري بعد مباراه زيمبابوي الافتتاحيه وبعد مباراه الكونغو، والنهارده بعد مباراه اوغندا يعني اعطى اللعيبه راحه سلبيه ويوم فري لما
يستمتعوا باليوم مع أسرهم وأصحابهم وأولادهم هنا في فندق الإقامة. لو أطمنك على أحمد حسن كوكا، أحمد حسن كوكا أصيب بكدمة قوية في الكاحل وليس كدمة في وتر أكيليس كما أشيع أمس بعد انتهاء المباراة. يمكن جنش غادر معسكر منتخبنا الوطني أمس بعد انتهاء المباراة، يعني كان في عناق حار جدا ما بينه وما بين مستر أجيري عند أوضة اللبس امبارح بعد انتهاء المباراة، وما بينه وبين اللعيبة. مستر أجيري فضل حاضر جنش إبراهيم حوالي دقيقتين أو ثلاث دقايق وبيتكلم معاه، وجنش كان طالع بابتسامته الجميلة سلم على الناس كلها وغادر معسكر منتخبنا الوطني بالأمس، وفي انتظار صدور التأشيرة وسفر ألمانيا لإجراء العملية الجراحية، وإن شاء الله يعود بالسلامة. يمكن دي كانت أبرز أجواءنا وكواليسنا من معسكر منتخبنا الوطني الهادي جدا النهاردة، والكلمة تعود إليك. تفضل. كل الشكر ليك يا ابراهيم. ومعلومه مهمه هي خاصه باحمد حسن كوكا واصابته، ان هي كدمه في الكاحل مش كدمه في وتر اكيليس، والف مليون سلامه على كوكا. اخبار الكام بقى بتقول ايه؟ ان مبارك بوسوفا اخذ جائزه رجل المباراه النهارده في لقاء المغرب وجنوب افريقيا، ودي تاني مره ياخد مبارك بوسوفا جائزه رجل المباراه. كان اخذ نفس الجائزه في لقاء الافتتاحي بالنسبه لمنتخب المغرب في المجموعه الرابعه، كان امام منتخب ناميبيا، وكان ساعتها برضو أخذ جائزة رجل المباراة، ودي تاني مرة يحصل فيها مبارك بوسوفا على هذه الجائزة. وطبعا منتخب المغرب ماشي بشكل جيد جدا في البطولة حتى الآن، 3 انتصارات متتالية كلهم بنفس النتيجة 1-0، ولكن في الآخر نتيجة كافية وبتعبر قد إيه المنتخب المغربي مش سهل حد يحرز فيه أهداف، خاصة إن هو قابل منتخب جنوب أفريقيا ومن قبليه منتخب كوت ديفوار النهارده كسبان 4-1، من أتقل المنتخبات اللي موجودة في البطولة، وبالرغم من ده ما قدرش يحرز أي أهداف في منتخب المغرب. ريكاردو مانيتي المدير الفني الناميبي لمنتخب ناميبيا، مدير فني وطني كان مستمر مع منتخب ناميبيا لمدة 6 سنوات، النهارده بيعلن رحيله عن تدريب منتخب ناميبيا بعد رباعية الأفيال، بعد ما منتخب كوت ديفوار كسبه 4-1 وقضى على أماله تماما في أي بصيص أمل كان ممكن يطلع بيه كتالت للمجموعة الرابعة. وبعد هذه الخسارة الكبيرة ريكاردو مانيتي بيقول انه خلاص هو عقده انتهى وبيترك الامر للاتحاد الكره الناميبي، ولكن هو بيفخر بانه عمل منتخب قوي على مدار 6 سنوات الماضيه. طيب احنا عندنا بكره مباراه مهمه جدا وهي تونس وموريتانيا، ودي تعتبر اللقاء او ده يعتبر اللقاء اللي بشكل كبير جدا يحفظ لتونس فرصها في الصعود دور ال 16، لان احنا عندنا مجموعه الخمسه، مالي في المركز الاول برصيد 4 نقاط، تونس في المركز الثاني برصيد 2، انغولا في المركز الثالث برصيد 2، نفس رصيد منتخب تونس، ثم المركز الرابع المنتخب الموريتاني برصيد 1. عشان كده لقاء بكره لا يقبل القسم على 2 بالنسبه للمنتخب التونسي، نصور قرطاج لازم يكسبوا فيه بمشيئه الله عشان يتصدروا المجموعه في حاله خساره مالي، او يبقوا تاني المجموعه باذن الله. هنشوف تقرير مع حضراتكم على هذا اللقاء، ولقاء مع او جزء من المؤتمر الصحفي ليله هذا اللقاء مع ألان جراس المدير الفني الفرنسي الكبير للمنتخب التونسي. Bien sûr qu'on va prendre toutes les précautions pour affronter cet adversaire, on ne le néglige pas, c'est évident. Mais, et on va se préparer en conséquence, on l'a analysé, on va la présenter aux joueurs pour bien faire prendre conscience de cette équipe-là. On l'a vu jouer, moi je l'ai vu certainement bien plus jouer 2 fois que les joueurs, c'est évident, c'est normal. Maintenant on est dans le vif du sujet et qu'on va tout mettre en œuvre pour faire face à cette équipe britannienne. هاشم اليماني لكوتيجين دو نوكشر. سمعتك قلت كيفاش نشوفوا المنتخب الموريتاني كلاعبين، منتخب محترم تفرجنا فيه ضد المنتخب المالي وضد المنتخب الانغولي، كان منتخب واقف مليح بدنيا حاضرين، نصور البوان فور نتاع نقطة القوة المنتخب المالي هي القوة البدنية والاندفاع البدني، اكثر حاجه رينا فيها معناها المنتخب الموريتاني قوي. وانا بالنسبه لي نعرف اللاعب دياكيتي، معناها لاعب ممتاز، لعب ضده العديد من المرات، دونك نحترموا المنتخب الموريتاني وان شاء الله تكون مقاوله باهيه بين زوج منتخبات ان شاء الله.
جبت على المنتخب المصري خاطر سألوني على الأداء. دونك الأداء اليوم صحيح مهم 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 برشا باش تعمل أداء كبير، لكن الأهم هو في النهاية هي الريزلتا وهي الانتصار بالنسبة لنا احنا. إذا نلعب مليح وما ننتصروش ما ممكن نقول لك ننتصر خير، وهذه حاجة أكيدة في كرة القدم. نهار آخر مش بشي يتذكروا الأداء، بشي يتذكروا النتيجة، واللي هو أهم حاجة في الكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت لك منتخب تونسي منتخب كبير من أكبر الفرق الإفريقية. أنا وإسماعيل جاكتي لعبنا في الدوري التونسي، نعرفوا الدوري التونسي هذا راح يساعدنا كثير باسكو راح ونعرفوا منتخب تونسي لعبنا معاه مباريات ودية كثير. لم يفاجئنا والله فاجئني، نعم فاجئني مباريات اللي عملوا منتخب تونس، باسكو كنت عندي منتخب تونس من أكبر المنتخبات الإفريقية، بس هذه هي كرة القدم، عندنا مباراة صعبة راح تكون مباراة مصيرية، ولكن إن شاء الله راح نعمل المستحيل باش نفوزوا بهذه المباراة. Bien sûr que ça va peser parce que pour deux raisons. Un, mes joueurs n'ont pas l'habitude de jouer deux matchs en trois jours. C'est pas des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe ou des matchs de Ligue des Champions africaine. Donc automatiquement, ça va peser un peu dans les jambes. Et puis bien sûr, on a joué un match à 4h30, donc l'après-midi avec la chaleur. Donc c'est voilà, je pense qu'on part avec un désavantage, mais on ne va pas se poser de questions. C'est du passé, on ne pouvait pas faire autrement. Et maintenant, c'est regarder devant, le match c'est demain. Et faire tout ce qu'il faut pour bien récupérer le maximum et puis faire un très gros match demain. ومن المنتخب التونسي واستعداده للقاء الغد بإذن الله أمام المنتخب الموريتاني إلى محمود عبد الرحيم، أحمد عبد الرحيم الشهير بجنش. يا أبو الأجناش مساء الفل عليك. حبيبي مساء الفل. عامل إيه أخبارك؟ والله في نعمة الحمد لله. كله زي الفل. كله زي الفل 100 100 الحمد لله. طمنا وطمن، علي صوتك بس شوية وطمنا وطمن جمهور مصر كله، جمهور نادي الزمالك عليك وعلى أصابتك. كل الناس بتدعي لك يا جنش، وكل الناس بتتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله وترجع اقوى من الاول بمليون مره باذن الله يا رب. الحمد لله الحمد لله، والله فضل ونعم من ربنا كل شيء طبعا خير. وبصراحه يعني الازمه دي عرفتني حب الناس بصراحه بطريقه مش طبيعيه، يعني الحمد لله رب العالمين. يمكن اكيد طبعا جنش لو ممكن بس تعلي صوتك شويه. كده كويس؟ كده تمام. كده بقول لك لحضرتك يعني الحمد لله والله على كل شيء، كل اللي يجيب ربنا كويس وخير طبعا الحمد لله. الازمه دي طبعا عرفتني طبعا حب الناس ليا وحب جمهور مصر كله بالاخص جمهور نادي الزمالك، حسيت طبعا ان انا ليا ظهر وكده، والحمد لله يا بقى على كل شيء يعني الحمد لله. الحمد لله يا رب. مسافر امتى باذن الله؟ الصبح باذن الله ان شاء الله. طيارتك الصبح، هتعمل عمليه ان شاء الله امتى باذن الله؟ ممكن بعد بكره ان شاء الله بالكثير يعني، او ممكن يومين في خلال يومين يعني، ما كانش بعد بكره يبقى اليوم اللي بعديه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب على خير. هتكمل بقى فتره التاهيل هناك ولا هتعمل عمليه وترجع؟ لا انا ان شاء الله هروح هناك واقعد اسبوع او 10 ايام وهرجع تاني ان شاء الله، وبعد كده اسافر تاني يعني ان شاء الله. ان شاء الله على خير يا رب وتقوم بالف سلامه. جنش كلام كتير اتقال ان الكابتن احمد ناجي والحمل والتدريبات والاجواء البدنيه والاحمال البدنيه هي السبب في الاصابه، فعايزين نعرف منك انت يعني. لا لا والله دي حاجه بتاعت ربنا وده خير طبعا، ده متحرك، دي حاجه قضاء وقدر يعني الحمد لله على كل شيء، وده فضل ونعمه وخير من ربنا عليا يعني، فاكيد لا يعني الحمد لله على كل شيء، ده كل شيء بيبقى مكتوب طبعا، فالحمد لله على كل شيء. يعني انت بتنفي الكلام ده تماما يا جنش لان الموضوع لا ده انا ما فيش والله، انا زي ما بقول لحضرتك كل حاجه بتحصل ده خير من عند ربنا وكل شيء بيبقى مكتوب، فالحمد لله على كل شيء، واتمنى ان شاء الله الناس كلها تقف جنب المنتخب في الفتره ديت، المنتخب محتاج كل الناس حواليه الفتره ديت، فيا رب يا رب الناس كلها تدعم المنتخب يعني الفتره الجايه ان شاء الله.
الاجواء جوه المنتخب عامله ازاي يا جنش؟ يعني الناس كتيره زي ما انت بتقول تقف، انت دلوقتي بتقول ان الناس تقف جنب منتخب مصر وتكون موجوده في ظهر منتخب مصر، بس ناس كتيره ممكن تكون بتتكلم ان الاداء مش هو ده الاداء اللي احنا عايزينه، الكلام ده وصل لكم جوه واللعيبه بتتكلم مع بعض ازاي على الموضوع ده؟ احنا دايما احنا بنتعامل جوه ان احنا عيله واحده وبنتكلم مع بعض دايما، ولكن في حاجات بتضايقنا طبعا. انا يعني واحد من الناس، حتى لو انا مش بلعب بس في حاجات بتضايقني، لان دول زمايلي واحنا زي ما بقول لك احنا عيله واحده. في ناس بتهاجم بطريقه يعني جامده جدا، والنقد دلوقتي ما بقاش زي الاول، حتى من نوع الاحترام او التربيه او اي حاجه. كل دوت اللعيبه اكيد بتدخل تقرا وبتشوف، احنا كلنا بنمثل منتخب مصر والبطولة على أرضنا، فإحنا محتاجين تكاتف كل الناس. إحنا عارف إن إحنا الأداء ممكن ما يعجبش بعض الناس، بس الواجب عليك وعليا وعلى كل الناس إن إحنا نتكاتف في الفترة دي. فأتمنى الناس كلها تقف جنب المنتخب، حتى لو الأداء مش عاجبها أو في أي حاجة مش عاجباها، بس دي بلدك في الأول وفي الآخر، لازم تقف جنبها ولازم تبقى إيجابي دايما في آرائك، حتى في انتقادك لازم يكون إيجابي. انا ما بقولكش ما تنتقدش، لا انتقد، بس انتقاد يبقى ايجابي، انا اقدر استفاد منه وغيري يقدر يستفاد. صحيح. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه والماتشات الجايه ديت مهمه جدا جدا، من اول ماتش ان شاء الله يوم الجمعه، ايا يعني كان الفرقه اللي احنا اللعيبه، يوم السبت ان شاء الله، يوم السبت ان شاء الله. فاتمنى ان شاء الله ان احنا لازم كل الناس تتكاتف يعني ان شاء الله يا رب. جنش، علاقتك بالاثنين شناوي، الشناويان احمد والله الشناوي ومحمد الشناوي، لان الكلام ده كان اتقال كلام كتير في الاول ان جنش لما بقى الحارس التالت او ولا التاني فدي حاجه ضايقته، فالكلام ده عمل مشاكل بينه، وانت طلعت نفيت الكلام ده في تصريحات. احنا عايزين نعرف بقى حقيقه الموضوع منك انت مباشره يعني. والله انا، انت بص، انا مش هقول لحضرتك، انا انت اسالهم، هم بالنسبه لي اخواتي دايما، انا عارفهم اصلا من قبل الكوره، اذا كان محمد او احمد، من قبل ما عاشرهم، اذا كان الشناوي في المنتخب الاولمبي، محمد او احمد في النادي عندنا في الزمالك، او حتى هو في المصري، احنا كنا اصحاب. في الاول في الاخر في منافسه، ودايما المستوى طالما بيبقى قريب وكله كويس وكله مركز، ده بيصب على المنتخب، على مصلحه المنتخب. واديك شايف الحمد لله محمد ماشي بشكل كويس، واحمد لو لعب هيظهر بنفس المستوى، فالحمد لله ده كله بالنفع. هو اللي عمل كل دوت اللي انا بكلم حضرتك فيه، اللي هو ممكن اعلامي مثلا صاحب مثلا حد احمد مثلا، او صاحب محمد، او صاحب جنش، او بيحب محمد، مش لازم يكون صاحبي، او بيحب جنش، او بيحب مثلا احمد، ممكن يكتب حاجه مفكر ان هي بالنفع ليا، وهي ممكن تكون بتضرني. صح، عندك حق. انا ده اللي انا عايز اوصل له، هو في الاول والاخر ده رؤيه فنيه، وايا كان اللي بيلعب طالما في مصلحه المنتخب لازم كلنا تبقى انت وراه، تبقى مساند ليه. دي انا ماشي بيها طول حياتي، انا دايما كده. فالحمد لله ان الراجل اللي بيلعب ماشي بشكل كويس دوت، يبين قد ايه ان احنا بنتعب في التمرين، قد ايه ان انت بتجتهد، قد ايه ان انت التوفيق من عند ربنا تقديرا للمجهود بتاعك. ومش اكيد اللي بيلعب بس، اكيد الناس كلها، احنا كلنا زي ما قلت لك عيله، ايا كان اللي بيلعب اللي مش بيلعب كلنا واحد. طالما اتكلمنا على الحراس لازم نتكلم على ابو جبل والروح الحلوه اللي عليها ابو جبل. انا بشكره طبعا، هو حتى كان معانا في الاول وما تمش اختياره ليه، وده مش تقديرا طبعا ليه، ده جبل حارس مميز جدا وما يقلش عننا في اي حاجه. وهو طبعا لما حصل مشكله ورجع، وكان رجع تاني ما تاخرش علينا، وهي ديت اللي انا بقول لحضرتك عليها. احنا كلنا واحد، احنا كلنا بنتعامل ان انت كعيله واحده. انا عايز اشكر كل الناس في المنتخب، لعيبه، اداره، جهاز، بشكرهم على وقفتهم معايا. يعني انا مش عارف اقول لهم ايه بصراحه، غير ان انا بشكرهم جدا، واتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اتكلمت على الجمهور ومطالبتك للجمهور جنش ان هو يساند منتخب مصر، بعض الجماهير وقطاع كبير من الجماهير عشان الواحد برضه يكون امين، كان بس مستاء شويه من
الانطباعات وانفعالات احمد المحمدي ومحمد صلاح بعد ما جابوا احرزوا الاهداف امبارح؟ ايه اللي مخلي اللعيبه متضايقه كده؟ يعني ايه اللي مخلي اللعيبه ممكن تكون حاسه ده اللي واصل لنا، وده الانتقادات اللي انا بقول لحضرتك عليها. احنا البطوله هنا في ارضنا لازم الناس كلها تبقى ايجابيه. حتى انا بقول لحضرتك لو الاداء فيه اخطاء، الاداء مش عاجب، بس في نتيجه ونتيجه كويسه ممكن نبني عليها. يعني اما انت تبدا بالايجاب، انت حضرتك لازم وانت قاعد في الاستوديو وبتحلل بتقول الاخطاء اللي انت شايفها، لكن ما ينفعش تقول لا ده ما ينفعش يلعب مش عارف فين، اصل دوت ما مش قادر مش لا عارف طبعا فين. في فرق كبير بين النقد وبين السخريه والاستهزاء بالظبط كده. لكن لو حضرتك مثلا والله احنا كنا لازم نلعب بالطريقه ديت، ولو عملنا مثلا ضغط عالي هيبقى احسن لنا، لو مثلا قفلنا الناحيه ديت مثلا. انا حتى لو حتى المدرب ما قاليش وانا بتفرج عليك هستفاد من الحاجه اللي انت بتقولها لي، هحاول انفذها. لكن اللي بيحصل عكس كده. انا بقول لحضرتك انا اتمنى ان شاء الله ان الناس كلها تتكتف في الفتره الجايه، احنا محتاجين كده البطوله على ارضنا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نتوج بالبطوله ديت، ان شاء الله ما ينفعش تطلع بره مصر. ان شاء الله يا رب. وانت بتتكلم دلوقتي جنش لقطات لمحمد صلاح، وناس كتيره بتتكلم على محمد صلاح انه محمد صلاح يا جماعه مش بيقدم على منتخب مصر زي ليفربول، والراجل مش بيدي كل اللي عنده. عايزك انت تقول لي بقى معايشتك مع محمد صلاح ونجم كبير، واحد من نجوم العالم، محمد صلاح بيعمل ايه في المعسكر وبيتكلم معاكوا ازاي؟ والله انا هتكلم عن صلاح، بس انا مش عايز اتكلم عن صلاح بس، طبعا على كل الناس طبعا. يعني صلاح انا لما تقرب منه يعني هي كلمه واحده، ابن بلد زينا. الراجل ما بيبخلش على نفسه حتى في التمرين، مش هقول لحضرتك في المصري. فكلام زي دوت مش ما ينفعش ان هو يتقال، صح؟ مش اكتر من، مش ما اقدرش اقول لحضرتك اكتر من كده. لا ما تقولش اكتر من كده. لا ما انا اقول لحضرتك ما ينفعش. احنا كلنا شرف لينا من اصغر واحد ان هو يبقى موجود في منتخب مصر، ايا كانت مكانتك او نجوميتك، بتيجي عند بلدك وبتبقى حاجه ثانيه، نفسك ان انت تساعد باي حاجه. هو دايما حتى صلاح بيتكلم، صلاح او النني حجازي، عبد الله سعيد، وليد سليمان، المحمدي، كل اللعيبه المحترفين او كده نفسهم يقدموا حاجه للبلد. صحيح. اللعيبه اللي موجوده في اهلي او زمالك او بيراميدز شايلين احنا كل دوت، ما قدمناش حاجه واحده غير هو منتخب مصر. فنتمنى الناس كلها تبقى زينا، زي ما احنا في المعسكر كده كلنا واحد. متاكد اكيد مش كل الناس في ظهركم في، ولا ده مش نجم. لكن انا بقول لحضرتك حتى انت قلت حتى في الاهداف وكل حاجه اللعيبه برده بيبقى عليها ضغوط، فانت ما تضغطهاش اكتر ما هي مضغوطه. احنا عندنا برده ضغوط البطوله في مصر هنا، بيبقى انت شايل هم الجمهور والناس دي، ما ينفعش تروح زعلانه. ومنظر الاستاد وهو متقفل برضه يخض اكيد، وهو دافع لينا في نفس الوقت برضه، ان انت بتبقى شايل هم كبير جدا، الناس دي كلها ما ينفعش تروح زعلانه او متضايقه او الاداء ما بيعجبهاش، ممكن ده برضه ياثر علينا بالسلب. فاكيد بس انت مع الوقت او مع الماتشات ان شاء الله الحاجات دي بتتحسن، يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كنا بنعرض لقطه دلوقتي في ماتش اوغندا امبارح، ومستر خفير اجيري حاطط التيشيرت بتاعت محمود جنش على الكرسي بتاعه في لقاء اوغندا. اعتقد ان الراجل علاقته مع المجموعه كلها حلوه. جنش دي حقيقه هو راجل بيتعامل معانا كلنا واحد، وده اللي انا بقول لحضرتك عليه، يعني عامل حاله كويسه جدا، ان احنا بنتعامل كلنا كعيله، يعني مش ان هو فريق او حاجه. اي واحد بيحصل له حاجه بيبقى اللي اكن حصل للمجموعه كلها. انا بشكره جدا ان هو يعني واقف معايا جامد جدا ساعه الاصابه، وحتى من غير الاصابه كان دايما بيجي يقعد معايا كتير وكده. فانا بشكره جدا ان هو وكل الجهاز ومجلس الاداره برضه، باشمهندس ثاني ابو ريده كلمني. اخيرا جنش، ما اقدرش تكون معايا وما اتكلمش معاك على نادي الزمالك، وعشاق نادي الزمالك كلهم بيتكلموا على جنش وجنش. لا لازم اتكلم عليهم، يعني لازم اتكلم عليهم، بس ده لوحديهم
ومش في مداخلة ولا في حلقة ولا في حلقات كتير جدا، أنا بشكرهم جدا، جمهور نادي الزمالك بالذات. بشكر أستاذ أمير مرتضى، بعت لي رسالة على الواتساب فبشكره جدا. حد اتصل بيك من إدارة نادي الزمالك ولا لسه ما تمش لا اتصالات؟ لا ما حدش كلمني، هو أستاذ أمير بس بعت لي رسالة على الواتساب فبشكره جدا، يعني إن هو بعت لي رسالة. بشكر جمهور نادي الزمالك، عايز أقول له أنا بشكرك جدا، انتوا فعلا فعلا السنه دي وانا هستحمل عشانكم حاجات كتير، واتمنى ان انا اكمل في النادي بسبب الحب اللي انا شفته منكم، وانا هذا يعني الفتره الجايه هذا هستحمل حاجات كتير، يعني ما كنتش حابب اتكلم في حاجه دلوقتي ومش هتكلم في حاجه دلوقتي، ولكن يعني بشكر الجمهور اللي هو فعلا انا كنت يعني منتظر من اداره نادي الزمالك تحرك اكبر من الرساله يا جنش. انا مش هتكلم والله، مش هينفع اقول ولا اكبر ولا اصغر ولا بس طيب، يعني انا في كفايه حب جمهور نادي الزمالك ليا، وهو فعلا انا بقول لحضرتك هو السنه دي في النادي. انا مش عارف اعمل لهم ايه بصراحه، يعني اي حاجه، يعني اي حاجه هم يطلبوها مني انا اعملها لهم هتبقى قليل عليهم، فانا بشكرهم تاني. وانا بقول لحضرتك ممكن المهنه دي بينت لي حاجات كتير، وبينت لي حب جمهور نادي الزمالك ليا، وفعلا هو ده سندي والظهري في وده حقيقه جنش. انا عايز اقول لك ان احنا قبل بدايه لقاءات كاس الامم الافريقيه لما كنا بنطرح اسئله على جمهورنا، مين ترشحوا مين حارس مرمى منتخب مصر اللي يقود منتخب مصر في البطوله، عايز اقول لك يعني تعليقات الاهلاويه قبل الزملكاويه كانت بترشح جنش ان هو يكون موجود في حراسه مرمى منتخب مصر، وده تقديرا لدورك ومستواك السنه دي، يعني مفيش حد ينكر ده الا راجل يعني جاحد اللي ممكن ينكر ان جنش واحد من افضل اللعيبه والاعمده الرئيسيه اللي موجوده في نادي الزمالك وفي منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت. فالحب ده جنش انت اللي تسببت فيه بمستواك واخلاصك وانتمائك سواء بالنسبه لنادي الزمالك او حتى الروح الحلوه اللي انت بتتكلم بيها في منتخب مصر وعلى زمايلك، اكيد فانت اكيد تستحق الحب ده جنش يعني بمنتهى الصراحه والوضوح. يعني اي حد بيلعب في مكان هو حبه بيطلع كل ما عندك، عكس ما مثلا ممكن تروح في حته انت مش حاببها او بتلعب لحاجات تانية، هتلعب وهتبقى كويس مفيش مشكله، بس مش هيبقى بالروح او بقلبك او بالحاجات دي كلها. فانا ربنا يعلم انا بعمل كل ما في وسعي. طب انت تعاملت ازاي جنش مع الاخبار بتاعت ان نادي الزمالك يعني بصدد التعاقد مع حارس مرمى اخر عشان طول فتره اصابتك؟ لا عادي والله، هو دي حاجه مش بتاعتي انا، دي حاجه لمجلس الاداره والجهاز الفني واللي شايفينه احسن وفي مصلحه الفريق، ان شاء الله ده اللي يكون الصح واللي يكون في مصلحه النادي ان شاء الله. احنا بنلعب على كل البطولات، فان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم مجلس الاداره والجهاز الفني ان شاء الله على اختيار الاحسن والافضل لينا ان شاء الله لجمع بقيه البطولات الجايه باذن الله ان شاء الله. اكتر منتخب بقى عجبك في المنتخبات حتى الان، وتحديدا للمنتخبات العربيه في كاس الامم، نرجعك لكاس الامم تاني بقى؟ الجزائر والمغرب. المغرب والجزائر، بس الجزائر يعني الجزائر كويسين، يعني 23 لعيب زي مصر كده كويسين. جنش انت شخصية محترمة وجميلة قبل ما تكون لاعب هايل، ربنا يكرمك ويزيدك من محبة الناس ويحبب الناس فيك اكتر واكتر، وترجع من الاصابة دي اقوى وافضل واحسن 100,000,000,000 مرة جنش. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. متشكر لحضرتك، وتاني مرة بس لازم يعني اخر حاجة لازم اشكر بس باشمهندس إيهاب وكابتن محمد صلاح ورامي، ويا رب ما اكونش نسيت حد، الجهاز الاداري كله في المنتخب. عايز اشكر دكتور محمد ابو العيلة، كابتن بدر مطر، محمد محمود، كريس، كل الناس والله يعني وقفوا معايا جامد جدا جدا جدا، بحب اشكرهم ومش عارف اقول لهم ايه تاني طبعا على وقفتهم جامد، وطاهر الاداري يا رب ما اكونش نسيت حد، الشيف احمد ابويا يعني، فبشكر كل الناس والله.
واحنا بنشكرك يا حبيبي ومستنينك وانت جول مصر وجول نادي الزمالك الاساسي باذن الله. ربنا يخليك. متشكر، كل الشكر لك يا جنش، والف سلام عليك مره تانية. من محمود جنش الى اسال جوجل، وزي ما احنا متعودين اللي يسال جوجل ما يتوهش، وعايز تعرف اي معلومه من اقصر طريق وفي اسرع وقت تسال جوجل على طول. هنسال جوجل النهارده على مجموعات الكان 2019 بعد اللقاءات اللي اتلعبت النهارده، تاني يوم من ايام الجوله الثالثه والختاميه لدور المجموعات. كان عندنا اربع لقاءات، كل لقاءين في نفس التوقيت، ابتدينا بالمجموعه الرابعه، لقاءات مهمة جدا في المجموعة الرابعة، فوز المغرب على جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، وفوز كاسح لكوت ديفوار على منتخب ناميبيا 4-1. نشوف مجموعات كأس الأمم الأفريقية أو مجموعات كان 2019 وإيه النتائج اللي هتطلع لنا وإيه ترتيب المجموعات بعد لقاءات اليوم. مجموعات كان 2019، هنا بقى مع حضراتكم نجيب بقى النتائج بتاعه النهارده. عندنا ده ترتيب طبعا المجموعات دي، المجموعات اللي اتلعبت او ترتيب المجموعات اللي اتلعبت امبارح. عندنا المجموعه الاولى والثانيه دول خلاص اتلعبوا امبارح، ومصر متصدره المجموعه الاولى وما تغش في مفاجاه كبيره، متصدره المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه بقى النهارده الجزائر متصدره مجموعتها بعد فوزها على تنزانيا 3-0. السنغال في المركز الثاني بعد ما فازت النهارده على كينيا بنفس الرصيد برضو 3-0. كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتنزانيا في المركز الرابع والاخير، وحظ عاثر جدا لإيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب التنزاني النجم النيجيري الكبير. المجموعه الرابعه المغرب على قمه الترتيب بالعلامه الكامله، 3 انتصارات متتاليه زيها زي الجزائر، زيها زي مصر، الثلاث المنتخبات العربيه. عاملين نقرب لحضراتكم الصوره عشان تشوفوا معانا، فونت كان مش واضح من شويه. ساحل العاج مركز الثاني، في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، جنوب افريقيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، المنتخب الناميبي في المركز الرابع والاخير برصيد 0 من النقاط. يتبقى غدا بمشيئه الله المجموعه هي اللي بعديها دي على طول، المجموعه الخامسه. عندنا بكره لقاءات مهمه جدا، عندنا انجولا مع مالي وتونس مع موريتانيا، ده هيكون الساعه 9 مساء. الساعه 6 هيكون عندنا لقاءات، عندنا المجموعه طبعا السادسه اللي فيها كاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو، هيكون فيها لقاءات مهمه جدا بكره، غينيا مع غانا وبنين مع كاميرون، ده الساعه 6. وبعد كده الساعه 9 ان شاء الله انجولا مع مالي وموريتانيا مع تونس. بنستفيد جدا من جوجل واحنا بنحضر لحلقاتنا دايما هنا في استاد افريقيا، اي معلومه عايزين نعرفها، اي حاجه عايزين نعرف جنسيه المدير الفني، اللعيب ده عنده كم ماتش دولي، المدرب ده كان بيدرب فين قبل كده، اللعيب ده عنده كام سنه، كان شغال فين، كان بيلعب فين، اشتغل مع مين مدرب قبل كده في انديه ايه، لعب قبل كده مع نادي ايه وجاب كام هدف، كل التفاصيل الخاصه باي لعيب باي مدير فني باي حاجه في اي حاجه ليها علاقه بكاس الامم الافريقيه بنعرفها دايما من خلال جوجل. ومن اسال جوجل هنروح مع حضراتكم دلوقتي نستعرض لقاءات ما بعد لقاء المغرب النهارده وفوز المغرب على جنوب افريقيا، ومنه هنطلع لفاصل، وبعد كده نستقبل نجمنا الكبير كابتن طارق السعيد اللي هنتكلم معاه النهارده على منتخب مصر وعلى كاس الامم الافريقيه توتال مصر 2019. Non, non, on savait, on avait prévenu les garçons que ça serait un match difficile contre une équipe qui, on a senti, ne savait pas s'ils devaient attaquer pour aller chercher la victoire ou essayer de conserver le match nul pour essayer d'être dans les meilleurs troisièmes. Donc c'était pas évident à gérer, de la chaleur. On a joué 3 jours après le deuxième match contre la Côte d'Ivoire, donc on a manqué un petit peu de fraîcheur. C'était un match un petit peu moins séduisant, mais tout aussi important de gagner 1-0. Les garçons ont fait beaucoup d'efforts, même si par moments on avait l'impression que c'était moins léché, moins séduisant. Mais l'essentiel y est, 9 points, 3 victoires et bravo aux garçons, on a 5 jours maintenant. Je suis sportif, je suis avec Mr. Stewart, le leader de l'équipe de l'Afrique de l'Afrique. There's different ways to win a game of football. هذه ربما طريقة مختلفة في كرة القدم، كنا نلعب أمام فريق قوي جدا وفريق المغرب، وأعتقد أنها كانت مباراة قوية وكان الموقف جيد أيضا،
وبالتالي نحن جرينا المباراة بشكل جيد جدا، ونحن سعيدين بأداء فريقي واللاعبين وبالنتائج التي حققتها، وربما كنا نحتاج إلى دقة أكثر، ولكن نستطيع أن نتحسن ونتطور بشكل أفضل، ولكن نحن غير نادمين على الإطلاق وغير محبطين. شكرا جزيلا لكم. Mais comme on est des perfectionnistes, on n'est pas très content de notre première mi-temps, mais c'est bien d'avoir 9 points. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Il faut se concentrer sur des matchs à élimination directe. Ça va être différent. Yes, Friday we have again a tough game. We don't know yet against who. مباراة صعبة، لم نكن نعلم عن المباراة. أنا سمعت عن اللعب، كانت الساعة 5 الخامسة ولعبنا وكانت الشمس حارقة لحد ما، ولكن سنرى كيفية الاستشفاء مرة أخرى ونأخذ راحة، وبالتالي نستطيع الاستمرار في المباريات القادمة وسنكون بصورة أفضل، ولدينا مباراة صعبة قادمة جدا. بشكل جيد حقيقة، كانت هناك بعض التمريرات القصيرة وأنا أحب ذلك في المباراة، ولكن أتمنى لهم الأفضل دائما. Pour le gagner, on a fait le job. Maintenant, alhamdulillah, on va se concentrer au 8e. That good like against Côte d'Ivoire, but كانت مباراة جيدة أمام كوت ديفوار، ولكن فزنا بالمباراة. هذا أهم حدث في هذه المباراة. نحن نستعد لأبعد من ذلك وللوصول إلى النهائي. هذا هو هدفنا، ولكن نحسبها مباراة بعد مباراة. الحمد لله دوزيام ميتون الكوتش هضر معنا ودخلنا مزيان دوزيام ميتون، كان عندنا الفروس ولعبنا مزيان، في الاخر ربحنا وحنا فرحانين بهذا الفوز. المجموعه هذه مؤهله ان شاء الله تكون في فينال ديال الكاس. شوف خويا، افريقيا راه ماشي سهله، راه اي مباراه ماشي سهله. ماشي غير تقول حنايا تجي تحضر تقول حنا ماشي الفينال، راه خصك تحترم كل شيء اللي كتلعب عليه. راك شفتي حتى الناميبي كتقدر لك دير لك بروبليم. المداغاسكار ربحت البارح من نيجيريا، دونك الهضره سهله يا خصك ديرها كيف ما قلت. خاطر 5 ايام كافيه باش تسترجعوا اللياقه البدنيه ديالكم يوم دورتم النهائي يوم الجمعه. اليوم كملنا هذا الجروب، كملنا الاولى وفرحانين بهذا ثلاثه مباريات. يا عندنا ماتش مازال لقدام وعندنا الخدمه لقدام، وحنا بغينا غير نكونوا واجدين وما نبقاوش. الحمد لله، نقول الحمد لله بهذا الفوز ونزيدوا لقدام ونبقوا بيان كونسونتري ان شاء الله. Hello coach, welcome on Sport TV channel. Hard luck today. لقناة سبورت، حظا أفضل المرة القادمة. في الشوط الأول أديت شوطا رائعا وخلقت العديد من الفرص وفشلت في التسجيل. لا 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 نعم، كان لدينا خسارة في هذه المباراة، لم يكن لدينا القرار الحقيقة لدى اللاعبين الفوز بالمباراة. كيف تقيم الثلاث مباريات؟ كان الفريق أداؤه رائعا في المباراة الأولى والثانية، الثالثة استحق الهزيمة، وبالتالي أنا غير راضي عن أداء في المباراة الأخيرة. وما هل كلفك ذلك خبرة اللاعبين؟ نقص الخبرة الدولية لدى اللاعبين هو من كلفك هذه الهزيمة؟ لا لا لا، أتحدث عن خبرة اللاعبين. أنا توقعت الأفضل منهم، ولكنهم كانوا وكأنهم لاعبي مدارس ولا غير ناضجين على الإطلاق، وبالتالي لم تكن كنت أتوقع منهم أفضل من ذلك وأن يكونوا أكثر نضجا، ولكن لم يكونوا ناضجين على الإطلاق في هذه المباراة الليلة. ماذا تقول للاعبين بعد المباراة؟ أعتقد أن أي مدير فني سيكون غاضبا جدا لعدم السيطرة على المباراة، خاصة في الشوط الأول، ثم من بعض الأخطاء البسيطة دخل مرمانا هدفين، وبالتالي هذا يجعل أي مدير فني أن يقوم بفتح المباراة، وبالتالي
الأعذار غير مقبولة هنا على الإطلاق. اللاعبون حتى الاحتياط لم يضيفوا أي قيمة للمباراة على الإطلاق. تمنياتي بحظ أوفر. هذا ليس سوء حظ ولكن لم يؤدوا ما عليهم وكان اللاعبين غير محقين. أعتقد لم يكن هناك ضغط. هذه كانت مباراة مهمة جدا. كان الهدف هو الفوز بهذه المباراة. أنتم تسعون لتصحيح الأخطاء قبل المباراة القادمة. هذا يحدث. هذه كرة القدم دائما بها الأخطاء، بها الخسارة والفوز. هذه الطبيعة. نحن لا نريد أن نفعل الأخطاء ولكن سنحقق وسنتلاشى الأخطاء. تهنئتي على الفوز وإحراز الأهداف اليوم. هل أديت بشكل رائع طبقا لإمكانيات الفريق التي يمتلكها الفريق الإيفواري؟ أعتقد كان يمكن أن يكون أداءنا أفضل مما علي اليوم، ونحن نلعب كرة القدم للفوز. هذا أمر رائع، ولكن يجب علينا أن نبذل الجهد الأكبر والمهمة، وبالتالي نحن نعمل على القادم. ماذا ترى في المباراة القادمة؟ الصدام مع مالي. أعتقد أفضل شيء نفعله هو أن نستريح الآن. لا نتحدث عن هذه المباراة حتى مالي أو تونس على الإطلاق، ولكن سنكون مستعدين للمباراة. أنت تعلم أن كرة القدم تسير بشكل سريع في هذه اللحظة. أنا منفتح تماما على أي عروض تأتي، دعني أنتظر لأرى. تهنئة على إحراز الهدف اليوم ورجل المباراة والفوز. ما هي تعليمات المدير الفني أن تقوم بالتسديد داخل لا هذا لم يحدث. المدير الفني لم يملي ذلك، ولكن صديقي وزميلي مرر هذه الكرة وبالتالي قمت بتصويبها مباشرة. اليوم وفي الشوط الأول كان هناك تهديد على مرماكم. هل تسعون لتصحيح هذه الأخطاء في المباراة القادمة؟ لا أعتقد ذلك. علينا أن نتمرن ونتدرب بشكل جيد وأن نجهز ذهنية اللاعبين ولكي نؤدي بطريقة أفضل. بالنسبة لي أعتقد بأن اليوم كان يوما جيدا، فقد فزنا في المباراة. علينا الاستمتاع بهذه النتيجة، وغدا سنبدأ الاستعداد لتغييرات. هل فقدت التوقيع نادي الزمالك في الماضي؟ لا أريد التحدث عن هذا الأمر. لماذا؟ نعم. ولماذا لم توقع لنادي الزمالك؟ لا أريد أتحدث عن هذا من فضلك، اعفيني من الإجابة عن هذا السؤال. بالطبع أحرزت هدف، ولماذا لم تبدأ في المباراتين الأولتين؟ أم هناك خلاف مع المدير الفني؟ لا على الإطلاق، ليس هناك خلاف بيني وبين المدير الفني. الأمور على ما يرام، والمدير الفني الفريق وصاحب القرار في إشراكي. وعندما أتيحت لي الفرصة من على دكة الاحتياط شاركت، وكنت أحد المشاركين الفعالين في المباراة، وليس لدي أي مشكلة على الإطلاق. وفيما يتعلق في الموسم القادم مع كريستال بالاس، وهل تريد أن توقع؟ ليس لدي تعليق على هذا. كل ما في ذهني الآن هو التذكير في هذه البطولة. وحشنا كابتن ميمي الشربيني، وصوت كابتن ميمي الشربيني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويديله الصحه وطولة العمر. وحشنا كمان ريفالدو الكره المصريه، نجم مصر ونجم الزمالك ونجم الاهلي، كابتن طارق السعيد. كابتن طارق مشرفني ومنورني حبيبي. انا اللي اتشرف اني موجود معاك، وما شاء الله يعني عامل حاله محترمه جدا من اول البطوله. ربنا يوفقك دايما ودايما متالق ما شاء الله. ربنا يعزك يا رب. السبرنتات وبره الرجل انا مش قادر امشي الحته دي دلوقتي والله. بص يعني الواحد لما بيتفرج كده بيقول يا ريت فعلا الوقت ده كان يرجع يعني، بس الحمد لله دوام الحال من المحال ده يعني. صحيح. كان واحد من اهم اجيال منتخب مصر جيل ده، ما فيش شك، يمكن من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ مصر طبعا، مع جيل الكابتن حسن شحاته والجيل اللي قبلنا جيل 90. فاحنا كنا واخدين مزيج من جيل ده، كان الكابتن احمد حسن والكابتن عبد الظاهر السقا كانوا متواجدين معانا،
وكابتن حسام وكابتن ابراهيم وكل الكباتن الكبار، كابتن هاني رمزي، وبعد كده بقى جيل كابتن حسن شحاته، حازم حسن وحازم امام كان موجود، عبد الستار صبري، لا جيل يعني كل الاسماء يعني كل الكباتن اللي موجودين يعني على مستوى عالي جدا، كلهم الواحد يتعلم منهم، الواحد لعب معاهم وتشرف ان هو لعب مع هذه المجموعه المحترمه. يمكن الحظ بس ان الجيل دوت ما وصلش كاس عالم، يعني هو ده الحاجه الوحيده اللي كان ممكن يوصل لها، وخصوصا في التصفيات. يمكن مباراه مصر والجزائر دي كانت من اهم المباريات في التصفيات اللي تاهلنا لكاس العالم. كان طبعا كل الناس كانت فاكره المجموعه بتاعتنا مصر المغرب السنغال، لا كانت المجموعه تقيله، عكس دلوقتي والجزائر وناميبيا، عكس دلوقتي يعني مثلا بتلاقي مصر والكونغو، تلاقي تنزانيا، تلاقي فالامور افضل واسهل. لا وكنا بنتكلم حتى واحنا في الفاصل ان في العمر واجيال المنتخبات ممكن تلاقي جيل يعني ها مش اقوى جيل، لكن احنا في التصفيات دي كان السنغال في عزها، يعني المغرب في عزها. لو عملت مقارنه بهذه الاجيال في الوقت الحالي والاجيال السابقه هتلاقي الاجيال السابقه اقوى بكتير. لما تيجي تتكلم على المغرب هتلاقي نور الدين نايبت مثلا بيلعب لعب حجي وشيبو لا اتكلم مع الجزائر هتلاقي جمال بالماضي، وهتلاقي علي بن عربيه، وهتلاقي تسفاوت، وهتلاقي لا كل المنتخبات كانت غير بقى جيلنا، غير جيلنا بقى السنغال ضيوف الجيل اللي راح كسر الدنيا في كاس العالم. كل هذه المنتخبات، كل هذه الاجيال كانت منتخبات على مستوى عالي جدا، عشان كده كانت التصفيات دي كانت قويه جدا بالفعل. احنا لغايه اخر لحظه لو احنا كسبنا الجزائر في الجزائر وناميبيا عملت مثلا سكور عادي مع السنغال كنا احنا اللي نصعد، لكن طبعا في بعض المباريات ما كانش موفقين فيها، ماتش المغرب هنا، ماتش ناميبيا هناك، ماتش السنغال اول مباراه. انا عايز بس اقول الكلمه، ويمكن قلت لك قبل الفاصل، كابتن جوهري عمل سيديهايه وجاب كام بالفرص اللي احنا ضيعناها، فوق ال 42 فرصه، متخيل 42 فرصه واهداف حقيقيه. يعني مثلا مش فرصه مثلا بتروح وتضيع بره كده، واحنا كسبانين الجزائر هنا 5 كمان. يعني بص فعلا كابتن جوهري من المدربين اللي طبعا كل الناس بتتعلم منها، وانا واحد من الناس، وتشرفت ان انا اتدربت على ايدي العظيم الراحل الكابتن جوهري، لكن فعلا ما كانش محظوظ، فعلا ما كانش محظوظ ان هو يوصل كاس عالم بالكم النجوم اللي موجوده وبكم الفرص اللي خدناها وبكم الفرص اللي ضيعناها. لا كان جيل كان لازم يستحق الصعود، لكن طبعا يعني الاجيال اللي بعد كده تواصلت وهي الافضل ك ك ك كتاريخ حاليا دلوقتي في الصعود لكاس العالم. من الجيل بقى العظيم ده والجيل اللي كان يعني قدم لمصر الكتير، للجيل بقى الحالي وكاس الامم الافريقيه الحاليه، واحنا ما بين حاجتين، ما بين الارقام وبين الاداء. قبل ما نعرف بقى اجابتك وتستعرض لنا كده رايك في منتخب مصر، نروح مع حضراتكم وتقرير عام منتخب مصر ما بين العلامه الكامله بالنسبه للنتائج وما بين علامه الاستفهام حول الاداء. نهاية مثالية لمشوار المنتخب المصري في دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية، 3 مباريات للفراعنة أسفروا عن 3 انتصارات متتالية. العلامة الكاملة تحققت بالوصول إلى 9 نقاط، وبالتالي تصدر المنتخب المجموعة الأولى بعد أن كان حسم التأهل إلى دور 16 من الجولة الثانية. هدف في شباك زيمبابوي، هدفان في شباك الكونغو الديمقراطية، ومثلهما أمام أوغندا، وشباك نظيفة للفراعنة. عجزت أمامها هجمات وتسديدات المنتخبات الثلاثة في هذه على مدى 270 دقيقة. ولكن للوهلة الأولى بعد هذه الأرقام والنتائج تطمئن لمسيرة أصحاب الأرض في طريقهم نحو التتويج بلقب البطولة للمرة 8 في تاريخهم، إلا أن الواقع مختلف تماماً. فالأداء لا يختلف اثنان على ضعفه وإثارته لعلامات استفهام. القلق يحيط بالجماهير في كل مباراة، وتحديدا في الشوط الثاني أبناء أجري يفقدون الاستحواذ والسيطرة والخطورة، والمدرب المكسيكي يقف على الخط يشاهد مثلنا ما ستؤول إليه النتيجة أمام الضغط الكونغولي والخطورة الأوغندية التي توقفت لها العارضة تارا، وتألق الحارس
الشناوي تارة أخرى ودعوات الملايين في تارة ثالثة. ويكفي القول أن عدد الهجمات والتسديدات ونسبة الاستحواذ تسير في منحنى تدريجي تنازلي مع كل مباراة خاضها الفراعنة حتى الآن. فعلى سبيل المثال سدد لاعب المنتخب 16 تسديدة أمام زيمبابوي، تقلصوا إلى 8 تسديدات فقط على المرمى الكونغولي و7 فقط أمام أوغندا. الأداء الجماعي والتكتيك الفني لأجيري غير ملموس على أرض الملعب. الاجتهاد الفردي لعدد من نجوم المنتخب يصنع الفارق فقط بخبرات المحمدي وسرعات تريزيجي ومهارة صلاح، وفيما عدا ذلك تقف حائرا أمام أداء المنتخب ولن تجد إجابات على علامات استفهام تتساءل ماذا سنفعل في الأدوار الإقصائية أمام منتخبات أكثر قوة وتنظيما وأكثر هجوميا، وهل سيساند الحظ والتوفيق الفراعنة طويلا حتى نهائي البطولة أمام أجري واللاعبين 6 أيام قبل خوض مباراة دور 16، إما إيجاد حلول وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان وإما يا إما إيه بقى؟ ده اللي لا يا رب يا رب أدائنا يتحسن، بس يعني إحنا لو جينا نتكلم بالأرقام إحنا أحسن، يعني إحنا من أحسن الفرق طبعا مع وخصوصا حتى الآن إحنا والجزائر والمغرب إحنا أفضل 3 فرق يعني بالأرقام. مظبوط. بالأداء أحيانا بعض البطولات ما بتعترفش بالأداء وفي الآخر التاريخ بينحاز للأرقام ما بينحس الاداء، يقول لك اه اخذنا البطوله بس احنا كشعب مصري دايما بنحب يكون نتيجه واداء. صحيح. ودي حاجه كويسه، عايز تستمتع، عايز الناس اللي بتروح تتفرج على المباراه كل الملايين اللي بتشاهد في التلفزيون بيبقوا عايزين يتفرجوا برضو يستمتعوا بهذا الاداء. لكن احنا ارقام وارقام محترمه جدا، لكن انا برجع لارقام الداخليه لينا احنا بقى. ده مؤشر يخوفك. التقرير بيقول إن الأرقام في عدد تنازلي، ودي مشكلة كبيرة هتبقى بالنسبة لنا. لما أنا أتكلم النهاردة تسديد على المرمى في المباراة الأولى أرقام 16، المباراة اللي بعدها كونغو 6 ولا 8، اللي بعدها 7، لا كده في مشكلة، مؤشر ما يطمنكش، مؤشر يقول لك لا في حاجة غلط. هل الغلط ده هيكون مستمر؟ لأن اللي جاي أصعب، اللي جاي أقوى، اللي جاي ما فيهوش غلطه. لان انت دلوقتي نوك اوت، يعني هتخسر لا قدر الله خروج المغلوب، هتخرج تبقى صعب، فانت ما عندكش حلول، يبقى لازم التركيز يعلى. لازم عندك تكون الحلول الفرديه. احنا حتى هذه اللحظه مع احترامي الشديد للجهاز الفني مستر اجيري احنا بنكسب بحلول فرديه. خطوره يوم ما تريزيجيه بيبقى كويس، وخطر بنحس منتخب مصر عنده خطوره يوم ما محمد صلاح المستوى بتاعه يعلى شويه بنتفوق على الخصم بتاعنا. احمد المحمدي اللي ما كانش بيحرز اهداف دلوقتي بيكمل وبيحرز اهداف. لكن برضو ما نيجي نتكلم الاهداف، هل هي اهداف ملعوبه بشكلها في تاكتكس مثلا موجود في الملعب؟ لا، احنا كل اهدافنا اللي جبناها حتى هذه اللحظه جايبين 5 اهداف. تيجي تبص عليها هتلاقي مهاره فرديه، محمد صلاح مهاره تسديد احرز الهدف الاول، محمد صلاح كل العالم بيتفرج عليه وكلنا بتشوف محمد صلاح بيلعب هذه اللعبة مع ليفربول وأحرز هدف. أنا بقول يعني من الأهداف الصعبة على فكرة برضو، لأنه هو عنده برضو سرعة بديهة، كل العالم مفكر هيلعبها في البعيدة، لا ده لعبها في القريبة بشكل جيد. الهدف الثاني اللي أحرزه من كرة ثابتة في دقة، في حاططها في مكان صعب جدا على الحارس، قوتها والعلو بتاعها كان محترم جدا. فاعتقد كل هذه الامور عاملين محاكاه اهو للاهداف، فكل دي حاجات فرديه. لكن نيجي نتكلم عن المستوى الفني او التكتيك الجماعي مش متواجد حتى هذه اللحظه. كلمنا قبل كده وقلنا مستر كوبر، لا مستر كوبر كان بالراجل صريح والراجل ما كانش بيفتي. الراجل بيقول انا اداء دفاعي، اداء دفاعي كان الخطوط قريبه بيشتغل في 30 40 متر كومباكت واحد، بيشتغل في الهجوم كلنا مع بعض الثلاث خطوط وفي الدفاع كلنا مع بعض. دلوقتي الجاب ده اتفتح شويه. صحيح. بقى في فرق، في جاب ما بين المهاجمين الاربعه اللي قدام ما بين نص الملعب والمدافعين.
يا اما احيانا التماسك الدفاعي بتاعك ما بقاش بنفس القوه اللي كانت ايام الكوب. علشان كده في ثلاث حاجات مش موجوده. اول حاجه الاستحواذ بتاعنا ما بقاش موجود لان الخطوط بعيده شويه. تاني حاجه اللي انت تاخد الكوره وتنقض عليها وتاخدها بتبقى قليله دلوقتي. لو انت دلوقتي عملت مقارنه احنا ايام مستر كوبر كنت بتقطع الكوره في كام ثانيه ودلوقتي بتقطع الكوره في كام ثانيه, هتلاقي دلوقتي في ايه, هتلاقي في فرق وفي جاب, هتلاقي في جاب كبير. الحجر الثالثه ودي مهمه جدا, كم الميس باص اللي انت بتعمله, ودي مشكله كبيره. صحيح, طالما ما عندك لعيبه عندها القدرات الفنيه اللي تقدر تباصي بدقه لكن مش موجودين, بمعنى اصح ان اللعيبه دي مش في مستواها الفني اللي احنا عارفينه. لو هنيجي نتكلم نتكلم على اسماء, واحد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد عندنا, عبد الله كان مفنش الدوري او يعني اللي اتلعب من الدوري, لان لسه الدوري هنكمله بعد كاس الامم باذن الله. كان مفنش يعني كل الدنيا طلبت انه يكون موجود. عبد الله عنده ويستحق. طبعا يستحق, وعبد الله لعيب كبير جدا يعني. برضو احنا عايزين برضو نوجه يعني العنايه بتاعت الكل اللي بيتفرج علينا كابتن طارق, لان دي نقطه مهمه جدا. احنا نقدنا نقد بعين المحب وليس عين المتربص, لان دي نقطه مهمه جدا. لان جنش كان معايا على التليفون من شويه وكان بيشتكي بيقول لي انتوا لما بتنتقدوا بتنتقدوا بايجابيه, او لاي حد بينتقد بينتقد بايجابيه, دي حاجه احنا بالعكس بنستفيد بيها وبنتعلم منها وبناخدها بعين الاعتبار. لكن اللي بيضايقنا واللي مضايقنا في المعسكر دلوقتي هو النقد اللي بقى فيه ايه ده, يقول لك يا عم اصل ده ما يلعبش مش عارف فين. واحنا للاسف الشديد ده بقى موجود في اماكن كتيره وفي قنوات كتيره, ان تلاقي حد طلع بيتكلم بصفه الاستهزاء او بصيغه الاستهداء والسخريه. ودي طبعا حاجه بتبقى في منتهى الصعوبه, كمان لما تبقى انت كنت زميل ملاعب او انت كنت لعيب كوره وتطلع تتكلم بالصيغه دي بالمفردات دي, بتبقى حاجه يعني صعبه جدا. انت كده بتهد وعمال تفطس وعايز تضحك الناس, مش بس يعني مفيش اي نيه ايجابيه من الكلام ده غير ان انت بس ان احنا بنعمل شو, مش اكتر من كده يعني. تعالى نتفق على شيء, احنا كل كلامنا نقد بناء زي ما بيتقال. النقد دوت علشان نصحح من اخطائنا, احنا لسه اللي جاي اصعب. انا لسه في البدايه بقول ايه, احنا كنا بنسخن اول ثلاث ماتشات سخننا خلاص وخدنا العلامه الكامله, ودي حاجه ايجابيه, نقطه ايجابيه جدا. دي من النقاط الايجابيه طبعا. النقط الايجابيه الجماهير المحترمه اللي بتروح, شايفين من الجماهير بتروح من الساعه 3 لغايه الساعه 10 بالليل مستنيين المباراه, دي حاجه محترمه جدا. انا بقى عايز اكملها وافرح الجماهير دي طبعا الموجودة. صحيح انا صحيح. لما بنقد لاعب او اسم لاعب مش بنقده ده حبا فيه على فكره, لان انا عارف امكانياته. امكانياته تؤهله ان هو يكون افضل من كده, امكانياته تؤهله ان هو يمتعنا, امكانياته تؤهله ان هو يحرز اهداف. على اساس ان انت النهارده منتخب مصر بيلعب على ملعبه وفوزته جماهيره وبيلعب في بطوله كبيره بطوله قاريه زي دي, وبعد الافتتاح العظيم واللي كلنا بقينا فخورين فيه, احنا دلوقتي ما عندناش حل غير ان احنا عايزين ناخد البطوله من اول يوم ان شاء الله باذن الله. طيب احنا نقدر ناخد البطوله بهذا المستوى, اللعيبه لازم تقعد مع بعض وتقول لا احنا لو بالمستوى ده مع فرقه كبيره هيبقى عندنا مشكله. يبقى نشوف ايه اخطائنا فين. اكيد الجهاز الفني بيقعد وبيتكلم, وهو على فكره خفير اجيري اللي كان معانا في الصوره اتكلم في ده, قال لك احنا لا ادائنا عندنا احسن من كده. ما هو ده انا بتكلم في ايه. انا لو انا امكانيات لعيبتي كده مش هتكلم ومش هقول لا كتر خير الدنيا احنا واصلين لهذه النقطه, كتر خير الدنيا احنا نلعب كده لغايه النهايه وهنكسب البطوله, طالما الدنيا ماشيه يبقى هنكسب بكده. لكن انا بقول احنا عندنا امكانيات, وهي الامكانيات الفرديه هي اللي معليانا في الوقت الحالي. لولا امكانيات صلاح, لولا امكانيات تريزيجيه, ما كان منتخب مصر في بالعلامه الكامله. نتكلم بما يرضي الله. صحيح, لولا محمدي عدم تكمل, ما هو برضه محمدي ايام كوبر لو كان بيلعب كان انا لا يمكن الاقي محمدي كان مكمل كده, لا يمكن. صح, ما كانش بيحصل ايام كوبر الكلام ده, ما كناش بنشوف باك اليمين والشمال دول ما بيعدوش نص الملعب, الاثنين الاطراف طايرين اللي ده مش ما كانش بيعدوا ال 18 مش في الملعب. علشان كده انا بتكلم نقدنا نقد بناء وهنأكد عليه بنبناء الى ابعد الحدود. يا جماعه احنا بنتكلم على لعبتنا عشان عارفين امكانياتها الفنيه عاليه, بنتكلم على امكانياتهم, وانا بوصل لهم الرساله دي ليس تخبيطا فيهم ولا تقطيع فيهم. في بعض الناس بقى دي المتربصين انت بتتكلم عليها, انا بتكلم على نفسي. صحيح, انا بتكلم عن نفسي. انا لما باجي اتكلم مثلا على عبد الله السعيد علامه استفهام, لان عبد الله السعيد انا عاشرته في بيراميدز الفتره اللي كنت متواجد فيها. لا لعيب كبير قوي جدا 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 جدا, كبير جدا, عنده جدا, إمكانيات جدا. وبعدين عبد الله مايسترو في نص الملعب, يعني عبد الله باذن الله باذن الله اللقاءات اللي جايه يجيب مستوى اللي احنا عارفينه ويفرق جدا مع منتخب مصر. لو احنا بنتكلمش ان عبد الله عنده هذه الامكانيات مش هقول ان عبد الله السعيد يفرق لو
بقى في مش هقول لك مستوى اللي هو الحقيقي 100%، انا عايز 70-80%، لان عبد الله السعيد من اللعيبه اللي بتقدر تتحكم في رتم المباراه. عبد الله السعيد انا هو عنده مشكله دلوقتي بيدور بس على صلاح، ولو تشوف كل التمريرات اللي بيعملها بيبص على محمد صلاح، لكن احنا دلوقتي عندنا تريزيجيه في افضل حالاته متوهج. انا عايز اشغل تريزيجيه، عايز اخلي تريزيجيه بدل ما ينزل كل ده لتحت ويجيب الكره من تحت لفوق، لا طب ما انا اخليه من فوق شويه، اوفر له شويه المجهود، ده هيفرق معاه كتير جدا. عندنا الاطراف حتى هذه اللحظه الجبهه اليمين بس هي اللي بتشتغل في الاطراف. محمد بيطلع طبعا صاحب خبرات طويله ولعب في هذا المكان كتير، وطبعا محمد صلاح بالطبع بيفضيله علشان محمد صلاح بيضم بيبقى عايز يحرز اهداف. لكن الجبهه الشمال حتى هذه اللحظه تريزيجيه بس هو اللي بيشتغل. ايمن اشرف انا عذره ليه؟ راجل برضو بقاله فتره طويله ما بيلعبش في المكان ده، هو ده اللي بتكلم فيه. راجل بيلعب مساك في طول الموسم بيلعب مساك، الراجل بيشتغل على قد امكانياته الفنيه، ده مش تقليل فيه خالص، هو امكانياته الفنيه بتقول كده. هو ده بقى اللي كنا بنشتغل عليه، ان لازم يشتغل تخصصي شويه مع الجهاز الفني، يشتغل على كورسات، يشتغل على ازاي والكوره بتمشي وانا ماشي بالكوره اقدر ارفع كروس ازاي، اعدي واحد على واحد واعمل كروس. هي دي الحاجات اللي يقدر الجهاز الفني يشتغل معاه في الفتره القصيره، لان انت ما عندكش وقت. صح. انت يا دوبك بتشتغل تكتيك للعيبه وبتعمل استشفاري للريكفري للعيبه عشان يرجعوا لحياتهم الطبيعيه. وعندنا ميزه برضو ان احنا نلعب يوم السبت، يعني لقاءات دور ال16 هتبتدي يوم الجمعه، احنا هنلعب السبت، فعندنا برضو فتره من امبارح لغايه يوم السبت فتره كافيه جدا. يعني بالفعل اليوم الزياده ده هيفرق معانا كتير جدا، اليوم الزياده ده هيفرق في الاستشفاء، هيفرق انت فنيا وبدنيا وترك حتى في التركيز بتاعك، التركيز بتاعك هتلاقيه بيعلى، لان انت هتشوف مباراه دور ال16 مش انت اول واحد هتلعب، لا ده انت هتشوف بعض الفرق وممكن تتفاجئ، ممكن تتفاجئ ان في فرقه من الفرق الكبار اللي هي لعبت دي تلاقيها مش متواجده، فعشان كده يكون تركيزنا اعلى. احنا حتى هذه اللحظه مش متاكدين من هنلعب مين، يعني اللي على الورق حاليا هو جنوب افريقيا، لكن لسه بكره هيتاكد لنا مين اللي يقدر. هو برضو عشان نوضح للساده المشاهدين يا جماعه، لو تساوى اكتر من منتخب من المنتخبات التوالد في المجموعات، احنا المفروض منتخب مصر باذن الله يوم السبت الجاي لقاء دور ال16 هنلاعب يا ثالث المجموعه الثالثه يا ثالث المجموعه الرابعه يا ثالث المجموعه الخامسه، تمام؟ لو تساوى اكتر من منتخب في نفس عدد ورصيد النقاط هيتم الاحتكام الاول لفرق الاهداف، هيشوفوا مين الفرق الاهداف اللي عنده فرق اهداف اكتر من المنتخبات الثلاثه، بعد كده هيشوفوا مين مسجل اهداف اكتر، بعد كده هيتم الاحتكام للقرعه على طول وهي اللي تحكم وترجح كافه منتخب على منتخب. لغايه دلوقتي احنا عندنا المجموعه الثالثه صاحب المركز الثالث فيها هو منتخب كينيا عنده 3 نقاط، المجموعه الرابعه صاحب المركز الثالث فيها هو منتخب جنوب افريقيا عنده 3 نقاط نفس الرصيد من النقاط. المجموعه الخامسه بقى هي الخوف منها كله يا كابتن طارق. هي دي الخوف منها. لان عندك مالي عندها 4، عندك تونس عندها 2، بعد كده انجولا عندها 2، بعد كده منتخب موريتانيا العربي الشقيق عنده، خلي بالك انت مالي نقطه وحيده. بكره بقى عندك لقاء مين؟ تونس وموريتانيا. لا انت عندك مشكله، وعندك انجولا ومالي. انت عندك انجولا ومالي، لو مالي اتغلبت هتبقى ثالث. انت لو تونس غلبت وانجولا غلبت التالت مالي، ما انا ده اللي بقوله تمام التالت هيبقى يعني مالي. وفرقه مالي فرقه كويسه وفرقة لو تونس غلبت ومالي هي اللي كسبت خلاص بقت التالت بتاعك انجولا تمام. فيعني لا كده انجولا تخرج لو هيبقى صح مالي. لو اتغلبت عايز تتعادل على الاقل عشان تخش في المعركه، عشان تخش وتبقى ممكن تدخل او ما تدخلش. صحيح. لان ممكن فرق ممكن تجيب 4، لكن لو اتعادلت تبقى ليها امل. هي انجولا لازم يا تكسب تتعادل على الاقل على الورق كده او على المستويات اللي احنا بصينا عليها وعلى المستوى اللي احنا شفناه. موريتانيا وتونس، تونس الاقرب، تونس هي الافضليه تكون ليها، رغم ان كره القدم لا تعترف برضو بالورق ولا احنا شفنا مدغشقر، يعني محدش كان لو يعني جبت مين ابو العريف قبل البطوله تقول له مدغشقر تعمل اللي عملته في المجموعه الثانيه وتتصدر وتكسب نيجيريا، استحاله كان حد يصدق. هي لغايه دلوقتي هي الحصان الاسود، واعتقد ممكن تعلى كمان وممكن توصل لمستوى ابعد من كده، يعني بصراحه هي عامله طفره محترمه جدا. لكن المجموعه الخامسه دي هتبقى مشكله بالنسبه لنا كبيره. لو مالي وصل الثالث، حتى انجولا لو وصل ثالث، لو لا قدر الله تونس وصل ثالث، هتبقى بتتكلم في دور ال16 مصر وتونس. هو احسن حاجه والله مظبوطه منتخب كينيا يبقى زي الفل وتمام. احنا احسن حاجه ان احنا نصعد دور الثمانيه من غير ما نلعب دور ال16. لا باذن الله منتخب مصر ايا كان المنتخب اللي هنقابله اكيد طبعا رجالتنا ولاعبتنا وجهازنا الفني جاهزين باذن الله لاي مواجهه مع اي منتخب، واحنا قادرين بمشيئه الله ان احنا نعدي دور ال16 امام اي منتخب. هنستعرض معاك يا كابتن طارق بعض الارقام الفرديه للاعبتنا،
مجهزين لحضراتكم بعض الارقام خاصه بعبد الله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه، مروان محسن، لعل وعسى الارقام دي برضو للي بيتفرج من الاجهزه او مجهز الفني المعنيين يلتفت اليها. وطبعا هم ادرى واقدر مننا اكيد، شغالين بشكل جيد جدا من ناحيه الارقام والاحصائيات. لو جينا بصينا على عبد الله السعيد يا كابتن طارق، هنلاقي عبد الله السعيد بعد انتهاء الجوله الاولى اللي هم الثلاث لقاءات بتوع منتخب مصر في دور المجموعات، تمام، شارك في الثلاث لقاءات بمجموع 227 دقيقه، محاولاته على المرمى محاولتين فقط لا غير، اجمالي التمريرات 136، التمريرات الصحيحه 105، بدقه التمريرات 77%، فقد الكره 4 مرات ومحاولته على المرمى مره واحده، يعني هو حاول محاولتين داخل المرمى في البوكس وواحده بالظبط كده. واعتقد ان الرقم ده بالنسبه لعبد الله السعيد يعني عبد الله السعيد عنده احسن من كده، يعني ده بياكد الكلام اللي احنا بنتكلمه ان عبد الله السعيد عنده افضل كدا من كده. قلنا عبد الله بنتكلم على اسم كبير في الكره المصريه، ما بنتكلمش على واحد ما عندوش خبرات، لا ده عنده خبرات طويله جدا، وهو كان احد النجوم اللي هي ساهمت ووصلتنا كاس العالم. عبد الله كان عامل مؤثر جدا وهو مازال مؤثر طبعا ان شاء الله، عشان كده هو لازم يقعد مع نفسه ويشوف الارقام ديت، مش اكيد الجهاز الفني بيتكلم معاه وبيتكلم معاه في ارقامه، لازم عبد الله يعلى شويه فنيا لان هيفرق معانا، لان عبد الله من اللعيبه اللي بتتحكم في ريتم المباراه فعلا. صحيح. عبد الله السعيد من اللعيبه اللي بتصوب على المرمى، لسه حتى هذه اللحظه ما شفناش تصويبه لعبد الله السعيد، ما شفناش الحاجات اللي هو بيمتعنا يعمل ثرو باس، الثروات الصغيره بتاعته دي، حاجات الصغيره. فان شاء الله باذن الله الارقام دي تتحسن من دور ال 16 باذن الله ان شاء الله يا رب. هنرجع نكمل كلامنا على منتخب مصر ولعيبه منتخب مصر، بس نروح مع حضراتكم ونشوف ردود افعال الجمهور الجزائري بعد تاهل منتخب الجزائر لدور ال 16 وفوزه النهارده على منتخب تنزانيا 3-0. كمان معانا لقاءات اجراها زميلنا حسن غنيمه مع 2 من اهم لعيبه البطوله حتى الان، مش بس لعيبه منتخب الجزائر، بغداد بونجاح السفاح، المهاجم السفاح الجزائري، وطبعا رياض محرز نجم نجوم منتخب الجزائر. نشوف هذه اللقاءات ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. اعزائي مشاهدي اون سبورت في كل مكان، اذا قطار الجزائر لا يتوقف باداء قوي، يفوز الجزائر للمباراه الثالثه على التوالي ليحقق العلامه الكامله أداء ونتيجة عقب المباراة. يسعدنا أن يكون معنا 2 من نجوم الكرة الأفريقية والجزائرية، بغداد بونجاح ورياض محرز. ما زال بزاف الخدمة وكوتشيني واب العربية لا نعم ولا نتخي كنتاف كوتشيني إن شاء الله. ها بغداد بيان سور بيان سور، احنا رانا 23 لاعب و 23 لاعب في مستوى عالي، اليوم راك شفت 11 لاعب مش نفس اللاعب اللي لعبوا في مبارتين، أدوا مباراة كبيرة من الحارس المرمى حتى المهاجم يعطيهم الصحة، وإحنا كمجموعة واحدة إن شاء الله الفريق الوطني هو إحنا نلعبوا الفريق الوطني، ما نلعبوا حتى شيء للعالم الجزائري خلاص. أعزائي مشاهدي أون سبورت في كل مكان، إذن المنتخب الجزائري يحقق العلامة الكاملة أداء ونتيجة هنا في الكان اللي بتنظمها مصر 2019، فرحة كبيرة وفرحة عارمة للجمهور الجزائري بالأداء قبل النتائج فريقه منتخبه القومي. يسعدنا أن يكون معنا مجموعة من الجماهير الجزائرية هنا في محيط ملعب السلام عقب الفوز على تنزانيا 3-0، برحب بيكم جميعا في بلدكم الثاني مصر. في البداية بقول لك مبروك بقى، كلمني على تقييمك لاداء منتخب الجزائر في البطوله. السلام عليكم، والله يسلمك خويا، والحمد لله احنا اللي فزنا اليوم. المباراه كانت اليوم اللاعبين قاعدين كانوا في المستوى ورانا دايرين فيهم قاعدين كامل الثقه ان شاء الله، وبالماضي راك يعطيك الصحه الله يبارك، راك شغل التبديل ولي شونجمون راك مريقل فيهم الله يحفظك ان شاء الله، والعقوبه الله فينال ان شاء الله. السلام عليكم. انت كمواطن جزائري بقى كلمني على حسن الضيافه هنا في مصر. حسن الضيافه الحمد لله، المشكل في المصريين كلهم يستقبلون جيدا الا الشرطه في دخول الملعب، وجدنا صعوبات في دخول الملعب، اما المشكل مع المصريين الحمد لله شعب طيب. اليوم تاهلنا ب 3-0 ان شاء الله، رايحين ندوا ان شاء الله، عايزين ندوا الكاس ان شاء الله معانا 1 2 3 فيفا الجيري. كلمني بقى كلمني بقى على العالم الجميل اللي انت رسمه ده. العالم الجميل ده تاع الجزائر، راني فرحان بالمنتخب الجزائر، عم حقق العلامه الكامله 9 نقاط، وان شاء الله نروحوا بعيد لا فينال ان شاء الله. الله والله العظيم يعني استقبلونا احسن استقبال، يعني لما لقيناهم في المطار مدير المطار يعني بعد استقبلنا بالورود وصورونا وفرحوا بنا،
خلاص رانا الحمد لله والله يعاملوا فينا معاملة طيبة لحد الآن. كلمني بقى على أداء المنتخب الجزائري. السلام عليكم، أنا مناصر من مدينة عنابة. تحية خاصة لكل الشعب المصري، يعني تهلاو فينا، ما حسيناش رواحنا خلاص في متغربين، وشعب والمنتخب الجزائري ان شاء الله راح يتقدم في البطوله، وان شاء الله ناخذ البطوله ان شاء الله. قول لي بقى، كلمنا على الماتش النهارده. مباراه اليوم كانت جميله جدا، اللاعبين داروا مستواهم كان جيد، اللاعب نشكر اللاعبين ونشكر المدرب بالماضي. المصريين هنا استقبلونا بحراره، لكن الشرطه صعبت لنا الدخول، ونطلب منها تسهيل الدخول لأننا نعاني كثيرا. 1 2 3 في فراجي. لسه مستمرين مع حضراتكم هنا مع الجماهير الجزائريه. برحب بيك يا فون سبورت بقى، كلمني على الاعلام بقى الجميله والرسومات الجميله اللي انت عاملها على جسمك. هذا الرسومات يعني تاع الامازيغ بربر القبائل يعني في الجزائر، احنا سكان اصليين في الجزائر، يعني نقول مبروك المنتخب الجزائري، مبروك المنتخب المصري، مبروك المنتخب المغربي ثاني، وان شاء الله المنتخب التونسي ثاني يعني يفوز، وتكون بطوله يعني عربيه في نصف النهائي خالصه يعني، وان شاء الله احنا ثاني لكوب ان شاء الله نديوها احنا الكاس، احنا نكون يعني لازم هكذا، وان شاء الله فينال يكون الجزائر مع مصر حش ويكون بالروح الرياضيه. الروح الرياضيه هي اولى، يكون قوي جدا اخوه، لازم نكون عرس كبير في القاهره، يعني الملعب جميل جدا، يكون عرس كروي ما بين الاخوه المصريين والجزائريين. لسه مستمرين مع حضراتكم في رصد فرحه الجماهير الجزائريه هنا من ملعب محيط ملعب السلام. برحب بيك فون سبورت بقى، كلمني على ابرز اللعيبه في المنتخب الجزائري اللي حازوا على اعجابك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روان محفوظ من البوليده، ما عندنا حتى لاعب، عندنا 23 لاعب، نهار اللي قلعنا من الجزائر قلعنا ب 23 لاعب من 1 ل 23، وهذه اليوم شوفوا الفريق الثاني كلهم ما شاء الله. وشنو نطلبوا من الفريق الوطني؟ يستمر ويخلوا الاتحاديه تخدم، ونطلب من ونخلوا بالماضي يخدم، ونطلب من هذوك اللي يسحبوا لي بلاطو تاع الكراسه يعطونا السكات شويه، وهذا الحمد لله بالماضي وليدنا الحمد لله، والجزائري ماهوش اجنبي ولا، والحمد لله، وهذا شرف كبير. 48 ولايه هنا، والشعب يريد لافريك، فيفا لاجيري. كل الجاليات الافريقيه اللي مشرفانا ومنورانا في مصر اثناء بطوله كاس الامم الافريقيه توتال مصر 2019 على دماغنا من فوق، وعلى راسهم جاليات شمال افريقيا، الجزائر وتونس والمغرب. ولكن كل التحيه والتقدير والاعزاز لكل رجال الشرطه المصريه اللي موجودين وبيامنوا كل البعثات وكل المنتخبات وكل الجاليات اللي موجوده على ارض مصر، والهدف الاساسي من اي ضوابط او تدابير امنيه بتحصل في نظر الجمهور ممكن تبقى ساعات في بعض الوقت شديدة شوية، صعبة شوية، هي تأمين الجمهور نفسه، تأمين اللاعبين وتأمين الأجهزة الفنية عشان الجمهور ده واللعيبة دي تطلع في أحسن صورة ممكنة. الجمهور يستمتع ويروح المدرجات ويروح الماتشات ويروح الاستادات ويستمتع باللقاءات، وفي نفس الوقت يفضوا خطوط السير ويأمنوا الملاعب ويأمنوا الأجهزة الفنية واللاعبين عشان البطولة تظهر في أحسن وأفضل شكل ممكن زي ما احنا شايفين كده. فكل التحية والتقدير لكل رجال الشرطة المصرية اللي بيوقفين من صباحية ربنا في عز الحر، الناس بشتكي من ساعتين ثلاثة في الشمس، هم ممكن يوقفين بالثمان تسع ساعات عشان يأمنوا لينا كلنا كل حاجة ليها علاقة بالبطولة، فتحية وتقدير ليهم جميعا. انا عايز اقول النقطه، انت قلت النقطه مهمه جدا، هم الناس بتروح قبل المباراه مثلا بساعه او ساعتين، فعلا الناس دي بتتعب وبيبقوا واقفين عشان يامنوا لك كل شيء. خلي بالك احنا يعني نظمنا البطوله دي في اقل من 40 يوم، صحيح، فكتر خير الدنيا اللي احنا عاملينه دوت. واعتقد طلع مصر حتى هذه اللحظه يعني في ابهى صورها، طول عمرها مصر اربع خمس شهور كل حاجه اتعملت فيهم، طول عمرها مصر بتطلع في احسن صوره، والحمد لله حتى هذه اللحظه التنظيم على مستوى عالي جدا، سواء رجال الشرطه كل الناس، حتى الناس اللي هي متطوعه، انا بشكر الناس دي جدا طبعا. بامانه يعني الكل بيشتغل بقلب،
بشوف دلوقتي صوره حلوه بعد المباريات، الناس الحاجات اللي هي اللي بتاعتهم بيشيلوها ويحطوها، والمبادره اللي عاملاها وزاره الشباب والرياضه للكاس اللي بتتوزع على الجمهور عشان يلموا فيها الحاجات اللي هم اكلوها البقايا بتاعتهم دي كلها تبقى واخدينها معاهم ويرموها هم طالعين كل يعني البطوله دي. اكيد في سلبيات طبعا، مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش مشاكل، ومفيش حاجه في الدنيا كامله كمان لله وحده، بس بالتاكيد كم الايجابيات اللي موجوده في البطوله دي من كل النواحي اعظم واهم واكبر بكتير جدا من اي سلبيات ممكن تكون موجوده. تحيه وتقدير مره ثانيه وعشرة وعشرين لرجال الشرطه اللي هم بينظموا لك كل شيء علشان تقعد وتروح تتفرج على مباراه 90 دقيقه وتشجع فرقتك التشجيع المحترم بدون اي لافتات، بدون اي عنف، بدون صحيح. اي كلام يخرج عن اطار التشجيع. اعتقد ما فيش اي حد هيعمل حاجه غير كده غير لما هو يتعاقب. لكن صحيح. انا ما بعمل الصح هتعاقب ليه؟ انت رايح تستمتع. انا دلوقتي ببقى مبسوط لما بشوف الاسر، البنات، السيدات، الاطفال رايحين ومبسوطين، حتى الجاليات الاخرى. يعني لما اشوف طفل النهارده بيتكلم وبيتكلم من الجزائر ومبسوط ان هو موجود في مصر وبيشكر الناس في مصر، اعتقد ده اكبر رساله للعالم كله ان مصر الحمد لله بخير، وان العالم كله عارف ان مصر هي بلد الامن والسلام طول عمرها الحمد لله. وهتفضل دايما كده باذن الله الى ما شاء الله. هنكمل مع حضراتكم مره ثانيه ولكن بعد هذا الفصل، خليكم معانا. بنجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. كابتن طارق، الفتنس تمام ولا في مشاكل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لك يعني شغال يعني. طب والذاكره اخبارها ايه؟ ها يعني لو سالناك شويه اسئله من حوالي مثلا 15 16 سنه كده انا مروح احسن مروح احتفظ بكرامتي واخد بعض لا نمشي احسن. طب هنسالك شويه اسئله وهنديك اختيارات هنسهلها عليك اختيارات يعني. تمام. سجلت كام هدف مع منتخب مصر دولي؟ 5 اهداف، 6 اهداف، 7 اهداف، 8 اهداف. 5 6 7 8. اه بص الاسئله والاختيارات كله هنا لو عايز تعمل سنت ال 10000 هنا. 6 7 حاجه يا 5 يا 6 مش عارف او 7 حاجه كده يعني. 6 شفت ماشي ليك غلطه ستة. واحده 6 اه 6 اه قلت 5 يا 6 هم 6 في مباراه المغرب الشهيره 2001 تصفيات كاس العالم نزلت بديل مكان مين؟ يا ساتر يا رب حازم امام. فاكرها طبعا دي ما ينفعش طبعا هو اليوم ده ما يتنسي اليوم ده ما يتنسي مصر كلها فاكره. في اي موسم حصلت مع نادي الزمالك على لقب هداف الدوري؟ 2001 2001 و2000 2001 هو 2001 و2000 هي قلت كده 2000 اه تمام تمام. كم هدف بقى؟ 2001 13 هدف 13 هدف ده كان واحد من اروع مواسمك على الاطلاق. هو ده اللي عايشين عليه. لا بص كل لعيبه عشان بس يعني دي بتبقى دايما في كل لعيبه العالم على فكره يعني في فتره بتبقى تيجي للعيب في اعلى فتره في حياته. صحيح. في اعلى فتره في حياته الكرويه في تركيزه حتى بيبقى موفق قوي حتى في كل شيء مش الاهداف بس حتى في حياته عامه بيبقى موفق فيها كل شيء بيعمله بتلاقي الامور ماشيه معاه كويسه جدا فدي من احسن فترات حياتي الحمد لله يعني. عدد البطولات اللي حصلت عليها مع الزمالك والاهلي كام بطوله؟ 12 13 14 15 اكتر على فكره احنا اللي عندنا 15 بس ده اكتر 8 مع الزمالك و7 مع الاهلي لا لا مع الزمالك 14 مع الزمالك 14 لا مع الزمالك 14 يا جماعه ينفع كده يا جماعه ينفع كده وكاتبين تاريخ ميلادي غلط ومش عارف مالكم النهارده يا جماعه تاريخ ميلادي غلط بس هي احلى حاجه ان هم صغروني سنه صغروني سنه يعني. طب انت كام بطوله مع نادي الزمالك مع نادي الزمالك 14 و... في الفتره من كام لكام من الدرجه الاولى يعني من 97 من 96 96 من الدرجه الاولى مع فريق الاحلام اه ولحد 2005 2005 انا مشيت لا عندنا دي يا كابتن طارق لا لا اخر سؤال بقى الفريق اللي انت سجلت فيه هدف مع اندرلخت في بلجيكا موسكون ولا ويسترلو ولا ديفرن ولا شارلو دولييج ولا واحد من دول شارلو
لا وستر لو مظبوط، لا دي انت اللي غلطان فيها كابتن طارق. لا معلش بقى تراهني؟ اه راهنك على ايه؟ على اللي انت عايزه. انا بقى انا اللي متاكد. انت انا اللي جايب الجون يا جماعه، انا اللي جايب الجون. ماتش 3-3 مع وستر لو؟ لا شر لو. طب يا جماعه لا شوف لنا نصر بعد اذنك الاهداف لو سمحت، شوف الاهداف واللقطات دلوقتي عبال ما نخلص. ده انا جايب الجون ده كمان عارف بايه بقى؟ مفاجاه كبرى برجلي اليمين كمان. ده ده, ده انا ما كنتش مصدق نفسي يعني، واحد رقصت واحد وبعمل كده لقيت الكوره رايحه هناك في المقص. لا ده فيها رقاب تطير دي. لا دي ده ما بتحصلش غير كل 100 سنه مره. طب شو عبال ما تجهز معانا الاهداف ونشوفها شويه اسئله وجاوبنا بقى بمنتهى الصراحه. تمام، تقييمك لاداء منتخب مصر، احنا سؤالنا النهارده مدين للناس يدونا ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جدا. انت شايف ايه من الاربع اختيارات اللي قدامك؟ بص يعني عشان نتكلم صراحه، صراحه منتخبنا الوطني حتى هذه اللحظه اكد العلامه يعني العلامه الكامله وكسبنا وخدنا 9 نقاط وعدينا دور ال 16 الحمد لله، لكن المستوى الفني حتى هذه اللحظه لا يقبله اي احد في مصر يعني ما حدش يقبل، حتى اللعيبه انا اعتقد ان ما يقبلوش. وده حقيقي فعلا، لان منتخبنا عنده القدرات الفنيه وعنده القدرات البشريه وعنده القدرات الاتموسفير كله موجود، يعني انت بتلعب على ملعبك وسط جماهيرك. ده كمان ده انا نسيت اتكلم على الملاعب، ايه الملاعب دي؟ احنا لو بنلعب على ملاعب دي زمان الجيل بتاعنا كان الموضوع فرق كتير. فكل حاجه متاحه ليك، فبامانه منتخبنا لازم يعلى في المستوى شويه. انا يعني لما سميت اسماء ليس تقليلا فيهم وليس تقليلا في قدراتهم، ده دوت علشان احنا عارفين امكانياتهم ان هم عندهم احسن من كده. احنا يمكن ذكرنا عبد الله السعيد، ما ذكرناش مثلا محمد النني، يمكن النني كمان يمكن العذر الوحيد ان هو ما كانش بيلعب مع فرقته مع الارسنال، فهو ده برضو اللي عايزين الرساله نوصلها له. لو في نادي هتلعب فيه واقل من نادي انت موجود فيه اعتقد تروح تلعب في نادي احسن لان مستواك هيبقى افضل، لكن نادي كبير وتقعد فيه احتياطي عمرك. ودوت يمكن دي حصلت لي على فكره مع اندرلخت صحيح لما كنت في بلجيكا، عشان كده هم جابوا لي بعض الفرق ان انا اروح اعاره، انا فضلت ان انا ارجع مصر لنادي الزمالك. فعشان كده يمكن انني ده العذر الوحيد، مع ان انني عنده من الخبرات ومن القدرات ان هو يكون افضل من كده بكتير، علامه استفهام برضو محمد النني. عشان كده بنتكلم دايما على اللعيبه اللي عارفين هم اصلا لعيبه كبار، هم امكانياتهم عاليه اكتر من كده. فاتمنى الاسماء اللي احنا قلناها ليس تقليلا فيهم مره ثانيه طبعاً، عشان ما حدش يجي يقول لك ده احنا بنتكلم على اللعيبه وبنهبط اللعيبه. لا خالص، احنا من حبنا ليهم وحبنا في قدراتهم عايزينهم يكونوا افضل ناس ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. افضل فترات منتخب مصر عبر تاريخه كانت مع مين من الاسماء دي؟ مين بقى الاسماء؟ كابتن حسن شحاته، كابتن محمود الجوهري، خفير اجيري، هكتر كوبر. بص مفيش شك ان الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الجوهري يعني عصروا افضل الاجيال وعملوا احسن نتائج بكل الارقام. يمكن الحاجه الوحيده الرقم الوحيد اللي كابتن حسن شحاته ما حققوش هو وصول كاس عالم، لان هو كان قاب قوسين او ادنى في السودان. هو كان وصل هو خلاص لكل يعني المعطيات كلها كانت متطبقه في جميع التصفيات قبل وبعد التصفيات اللي احنا طبق علينا الله. فيها قاعده غريبه دي سبحان الله. يعني هي المره الوحيده اللي احنا كنا كلنا قلنا خلاص منتخبنا، حتى لما كسبنا الجزائر في المباراه الاخيره 2-0 بهدف عماد متعب اللي جه في الدقيقه حاجه و90 قلنا خلاص هنروح السودان، لكن احنا احتفلنا بدري. هي دي كانت مشكلتنا. انت تكسب الرهان يا كابتن، اي خدمه انت عايز مني وانا تحت امرك اللي انت عايزه. ما هو اصل انا اللي كنت بلعب في الاخر انا اللي عارف. هو اللي كان بيلعب يا خير ينفع كده. فعشان كده كابتن حسن شحاته وكابتن جوهري بامانه من الناس اللي عملوا تاريخ للكره المصريه، محدش صعب ان هو يعمله تاني. مستر كوبر اعتقد ان هو اشتغل على كاس العالم وحقق المباراه. لا استنى 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 بس انت اللي طلعت صح ولا ايه؟ استنى مين؟ لا كبر لنا الصوره بقى بعد اذنك عشان ناخد منه فلوس واحنا قاعدين دلوقتي. احنا اللي كسبنا كبر لي. طب الصوره انا مش شايف الصوره بعيده قوي. هكبرها هنا. وستر لو اهو انت جبت جون 20/4/2002، انت جبت جون وصنعت جون. ماتش خلص 3-3 اعتبرها شر الرابع. لا 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 كده لا ما مش هتمشي. انت اللي كسبت. مش هتمشي يا بيه من هنا يا بيه خلاص. الناس بره بص مقطعه البطايق. بجد والله؟ لا خلاص انا معاك مفيش مشكله. جايز بقى جايز. بس خلي بالك برضه اقول لك حاجه بجد والله والله، يعني هي مش تقليلا في ان يعني دلوقتي السوشيال ميديا فرقت كتير جدا. والله انا كنت بنزل. تسلم يا خيري دايما بيشرفنا يا خيري عشان بس راجل ظلمان. كشفتني يا خيري. شكينا عم خيري كتر خيرك. انا ما كنتش بعرف اسماء الفرق اللي هقابلها.
مش إيه؟ ما كنتش بعرف اسماء الفرق اللي قابلها يعني بجد والله والله العظيم. لا انت اسال جوجل اي حاجه عايز تعرفها. جوجل بقى على طول خش كانش فيك ساعتها جوجل بقى كان فيش ساعتها جوجل ده انت اللي كان عنده كمبيوتر يقول اي غربتي. كابتن طارق شرفتنا ونورتنا حبيبي ربنا يخليك. ان شاء الله يا رب يكون وشنا وش خير على منتخبنا في القادم من المباراه. اكيد ان شاء الله نورتنا وضيف عزيز علينا دايما يا كابتن طارق. حبيبي يا ابراهيم انا تحياتي ليك طبعا ولكل اسره العمل ولكل حضراتكم ومبسوط جدا اكون متواجد معاكم. لكن ان شاء الله يا رب يا رب نفرح كلنا والبطوله دي ما تخرجش بره مصر باذن الله. ان شاء الله يا رب. نشكر حضراتكم وقبل ما نختم نذكر حضراتكم بلقاءات بكره. بكره باذن الله لقاء الجولات الختاميه او الجوله الثالثه في دور المجموعات. عندنا اربع لقاءات لقاءين في كل مجموعة في نفس التوقيت الساعة 6 عندنا لقاءين في المجموعة السادسة غينيا بيساو وغانا والكاميرون وبنين ده في المجموعة السادسة. في المجموعة الخامسة عندنا لقاءين في تمام التاسعة مساء أنجولا ومالي موريتانيا وتونس وبعديهم يتم تحديد بقى مين المنتخب اللي طبعا هيتم تحديد كل لقاءات دور ال 16 وتحديدا طبعا الحاجة اللي تهمنا كلنا مين المنتخب اللي هيقابل منتخب مصر يوم السبت القادم. وبإذن الله أي منتخب يقابل منتخب مصر رجالتنا ولاعبتنا وجهازنا الفني قادرين على العبور من دور ال 16 والوصول للقاء النهائي والحصول على البطولة بإذن الله وتحقيق آمال وحلم ملايين المصريين. كل الشكر لحضراتكم على المتابعة ونشوفكم على خير بإذن الله.